السلام عليكم، ازيكم جميعا. انا اسمي محمد امجد، انا PhD candidate، بدرس Biomedical Informatics، Computer Science actually، في Biomedical Informatics track في جامعة Emory University في أتلانتا. انا اولا انا مبسوط جدا ان انا موجود معكم النهاردة، و يعني it's a real honor to present الشغل اللي أنا كنت جزء منه، لكن طبعا مش أنا الوحيد اللي في التيم، كنا تيم كبير في ناس كتيرة، فأنا يعني I'm happy to present their work. أولا ال paper اللي هنتكلم عنها النهاردة paper اسمها management of low and intermediate risk adult rhabdomyosarcoma, a pooled survival analysis of 553 patients. So basically, the paper D, in the title كده already we can tell what kind of work it is. It's a survival analysis. And topic اللي احنا بنشتغل عنه هو ان في tumor اسمه rhabdomyosarcoma لما بيجي في الادلتس ازاي نعمل له management. فده كده البرود توبيك، ايه هي البيبر، يعني ايه البرود توبيك، and you can get that just from the title بتاع البيبر. البيبر دي has won an award في الامريكان اللي هو الامريكان كوليدج اوف فيزيشنز في 2018 actually، and اللي كسبت الاورد اللي هي الفيرست اوثر هي actually مراتي مها السباعي، and they asked her ان هم يكتبوا ارتكل عنها، and it was يعني in the media يعني، فلو حب حد interested ممكن يدخل يشوفها. And I'm very proud يعني of this, so I just self advertising هنا يعني. Okay, so خلينا كده نبدا ب just to give you a brief idea احنا التوك ده organized ازاي. اول حاجة في طبعا conflict of interest، يعني حاجة just to keep in mind لو احنا هنكريتيك الشغل، لو احنا هنقول مثلا الشغل ده كويس الشغل ده وحش، في ميزة كذا في عيب كذا، فمهم ان احنا ناخد بالنا من حاجة، هو ان انا كحد بيكريتيك الورك ده انا co-author، فبالتالي انا عندي conflict of interest ان انا من مصلحتي ان انا اقول ان الشغل ده كويس وان هو يعني احاول اخبي عيوبه كده على قد ما اقدر، طبعا احاول ما اعملش كده. لكن طبعا you should keep this in mind and you should always read what you read with a critical eye، يعني بتقرا كده وتشوف في رايك انت وانت بتقرا كده ايه المزايا وايه العيوب بناء على ال knowledge بتاعتك ال evidence based medicine and so on. التوك ده هيكون متقسم ل جزئين. الجزء الاولاني هو هيكون sort of oriented towards the clinicians او towards الدكاتره، يعني الدكاترة اللي هم مش مهتم انك تعمل ريسيرش، انت كدكتور اونكولوجيست عايز تقرا عايز تسمع التوك ده او تقرا البيبر ده هي، وتعرف من الاخر انا المفروض اعمل ايه من مع العيانين بتوعي، يعني اطلع من ده بايه in terms of الكلينيكال practice. So what can I as a clinician or oncologist learn from this paper؟ تمام، ال clinical implications. الحاجة التانية هي ال implications for clinical practice بشكل عام، والحاجة التالتة إن إحنا ممكن نعمل very brief clinical critical appraisal بناء على ال evidence based medicine. هل ال paper دي ترقى إن هي تستعمل مثلا ك guideline، إن أنت على طول تسمع ال كلام ال paper دي بتقوله وتروح تطبعه على عيانين، ولا لأ في حاجة أعلى منها، ولا so on. And so we'll do a brief critical appraisal of this. Part 2 من التوك هيبقى slightly more research oriented، هندخل أكتر في الميثودولوجي، أنت لو أنت عايز تعمل paper شبه دي تعمل إيه، أو طبعا مش هقول لك أنت تعمل إيه بالظبط، بس يعني at least some sort of flavor of the various things that could be done. ففي part 2 ممكن نمسك شوية في الميثودولوجي، شوية في الستاتستكس، شوية بسيطة طبعا، we'll not go into details just a little bit. أنا كريسيرشر زي ما حاجة زي كده، إيه هو التارجت أودينس بتاعنا؟ التارجت أودينس بتاعنا في البيبر الأولانية في both papers هو الفريش ميديكال graduates، حد متخرج من كلية الطب أو فارماسي أو كده، بس mostly كلية الطب.
في البارت 1 هنقول له ازاي انت ازاي ده يأثر في براكتس، وبارت 2 بنقول له ازاي ان انت كحد خريج كليه الطب تعمل بحث زي ده، خصوصا لو انت مثلا فريش جرادويت من مصر. البحث ده الى حد ما ما بيحتاجش ريسورسز زي الابحاث المعمليه، فده برضو ميزه من ضمن مزايا البحث ده، ومن ضمن الاسباب اللي انا اخترته سبيسيفيكلي ان انا اتكلم عنه. طبعا كان ممكن اختار حاجه انا مش فيها كو اوثر، بس ده كان هيبقى اصعب بالنسبه لي، لان كان لازم ادور اكتر واقرا اكتر، ويعني اسهل لي ان انا اتكلم في حاجه انا اشتغلت فيها وعارفها كويس يعني. Okay. Okay. نبدأ part one. So, نمسك كده الابستراكت. نمسك كده الابستراكت. ايه هو ال... انت وانت بتقرا الابستراكت كده you can immediately tell what the paper is about. فجزء كبير قوي من البيبر انت مبدئيا يعني كحد بيعمل critical appraisal او كحد بيقرا عن paper معينة you typically would read the abstract first وديسايد اذا الابستراكت ده ريليفنت. لو هو حاجه لو انت من الابستراكت كده لقيت ان في حاجه ريليفنت ليك وانترستنج مش عارف ايه، ساعتها يو كان جو اند يو ريد ذا فول بيبر. بس ما فيش حد بيدخل على طول يقرا الفول بيبر فول بيبر فول بيبر، ما فيش كده تمام. بالذات لو انت يعني this is part of your job and you read this every day. طيب هنقرا كده الابستراكت وهوريكم قد ايه المعلومات اللي في الابستراكت لوحدها كافيه ان انت تميك ان انيشال ديسيجن لو البيبر دي تستاهل وقتك انك تكمل قريتها ولا لا. ده اولا. الحاجه الثانيه ان الابستراكت مهم طبعا يكون فيه هو مختصر البيبر، يعني من الاخر كده عصاره العصاره البيبر دي بتتكلم عن ايه. اوكي قبل ما ندخل في الابستراكت هتلاحظوا ان الابستراكت ده انستراكشرد، يعني مش متقسم، يعني ما فيش مثلا هي الانترودكشن والميثودز والديسكشن اند سو اون، وده ليه علاقه بالجورنال ستايل اللي احنا نشرنا فيه. لكن طبعا دايما بيفضل في الكلينيكال ريسيرش ان الابستراكت يكون structured بحيث ان القارئ ما يبقاش عنده كده سمك لبن تمر هندي كل حاجه على بعضها، مش شايف عينيه على طول تيجي انت استعملت ايه، انت ايه البيشنت بوبوليشن بتاعتك، انت ايه المين ريزلتس اند سو اون. لكن احنا ما it was not structured and this is a critique point and it's to do with just the journal style specifically scientific reports. Okay, so number one, ايه هو الريسيرش كويشن من الابستراكت؟ This is blah, blah, blah. The controversy of whether adult rhabdomyosarcoma should be treated with chemotherapy regimens adapted from pediatric RMS protocols or adult soft tissue sarcoma protocols. تمام؟ والpatient population بتوعنا هم primary non-metastatic rhabdomyosarcoma. Okay, let's unpack this. احنا بنتكلم ايه يعني في كلام كتير هنا. احنا بنقول ايه؟ Okay, في disease, في cancer, اسمه rhabdomyosarcoma. في كلية الطب لو تفتكروا كلنا درسنا الرابدوميوسركوما ده as a tumor of childhood. تمام؟ ده soft tissue sarcoma وهو it's actually not a very uncommon tumor في الchildhood. في الadults on the other hand it's a very rare tumor. لكن لما بيجي بما انه هو رير ما فيش قوي guidelines، ما فيش قوي حاجة واضحة ازاي يتعالج. فده الكلام ده بيقوله في controversy، الناس لسه مش متأكدين هل الادلت رابدوميوسركوما دي نعالجها ب chemotherapy زي البيدياتريك رابدوميوسركوما على اساس ان دول adults بس هو نفس الديزيز، ولا نعالجهم زي الادلتس soft tissue sarcomas الحاجات الكومن زي الاوستيوساركوما او whatever. يعني هل احنا نعالجهم على انهم ادلتس عندهم soft tissue sarcoma فبالتالي نستعمل نفس الريجيمنز بتاعت soft tissue sarcoma بتاعت الادلتس، ولا نعالجهم على انهم عندهم رابدوميوسركوما بغض النظر هم ادلتس ولا بيدياتريك فبالتالي نستعمل الكيموثيرابيز بتاعت الرابدوميوسركوما بتاعت البيدياتريكس. وطبعا دي both there are both points of view، وفي ناس بيعملوا كده وفي ناس بيعملوا كده and it's not clear في البراكتس what you need to do. So this is the research question. Number two, in methodology. This is a retrospective analysis. يعني ايه retrospective analysis؟ Retrospective analysis يعني انا بصيت على عندي already النتائج قبل ما ابدا. انا عندي العيانين وعندي نتيجة العيانين دول مين فيهم اللي عاش ومين فيهم اللي مات ومين فيهم خد انهي كيموثيرابي وكل حاجة، وانا ببص على بقى وانا بانالايز الريزلتس. طبعا ده مختلف عن البروسبكتيف اناليسيس زي كلينيكال ترايلز. كلينيكال ترايلز غير كده. كلينيكال ترايلز انت بتقول اوكي انا عندي الريسيرش كويشن ده فانا هقوم جايب عيانين واعمل لهم راندومايزيشن، في بعضهم هياخد البيدياتريك بروتوكول وفي بعضهم هياخد الادلت سوفت تيشو ساركوما بروتوكول وهنشوف مين في دول اللي هيعيش بروسبكتيفلي. تمام؟ انما دي ريتروسبكتيف اناليسيس انا اوريدي عندي الريكوردز جاهزه. اوكي
فاحنا بنتكلم ميثودولوجي وايز هنا مكتوب ايه comprehensive database search. يبقى انا من الاخر انا مش بدور في hospital records مثلا, انا بدور في اللي الناس already ناشرينه. فعشان كده انا قلت ان البيبر دي از انترستنج بالنسبه للفريش ميديكال جراديويتس من مصر, ان هي الى حد ما لو مينتنس, يعني انت تقدر تعمل حاجه زي كده من غير ما تبقى محتاج good hospital records مثلا او كده, انت عندك الداتا already جاهزه من اللي الناس نشروه. اوكي, so this is the methodology. Results. أهم results إيه؟ أنت قلت controversy وقلت أنت إيه الميثودولوجي بتاعتك. نبص على results. We identified 553 adults with primary non-metastatic RMS. يبقى أنت لما أنت دورت في literature ده sample size بتاعك. Increasing age, intermediate risk disease, no chemotherapy use, anthracycline based and polyclonal were significant predictors of poor overall and progression-free survival. Okay, let's unpack this. يعني ايه؟ يعني ايه اللي associated مع الباد سيرفايفل؟ مين ايه الحاجة اللي لما تلاقيها في العيان ده فالعيان ده غالبا هيموت أسرع؟ إن العيان يكون أكبر في السن. Make sense. إن العيان يكون intermediate مش low. انت خلي بالكم احنا هنا شغالين بس في non-metastatic disease. تمام؟ intermediate risk disease أوحش من low risk disease. Make sense. العيان اللي ما خدش chemotherapy. أو وده الانترستنج فايندينج هو الانثروسايكلين بيزد اند بور كيموثيرابي. اوكي, الانثروسايكلين بيزد كيموثيرابي يعني الكيموثيرابي المعتمده على الانثروسايكلين كانت وحشه. الانثروسايكلين كيموثيرابي باي ذا واي هي بتاعه الادلتس, يعني لقينا العيانين اللي بياخدوا كيموثيرابي مبنيه على الادلت سوفت تيشو ساركوما اوحش, بيموتوا اسرع من العيانين اللي بنديهم البيدياتريك رابدوميوسارcoma اللي بنعالجهم كانهم اطفال. ما فيش فرق طبعا, الدوسز ممكن تختلف بس البيز نوع كيموثيرابي. اوكي, اوفرول سيرفايفل اوف كلينيكال جروب 3 بيشنتس سيجنيفيكنت امبروف اف ذي اندروينت ديليد كومبليت ريسكشن. سيبكم من الكلام ده, يعني دي ديتيلز برضو, كل دي ديتيلز يعني بقى بنقسمهم بقى الهيد اند نيك النون بارامينينجيال اللي عندهم ما اعرفش ايه وز مش عارف ايه, بس البرود بوينتس ار ان العيانين اللي عندهم على البيدياتريك بروتوكولز سيرفايفد بيتر. اوكي اوكي, ذيز ار ماي اور ريزلتس. فاين, ذن conclusions. This study highlights the superiority of chemotherapy regimens adapted from pediatric protocols compared to anthracycline-based regimens. Again, anthracycline-based regimens هي اللي احنا بنديل للpatients اللي عندهم الadults اللي عندهم soft tissue sarcoma. Okay. كلام جميل جدا. There is lack of data to support the routine use of adjuvant radiotherapy for non-paramenangial group 1 patients. يعني العيانين اللي عندهم head and neck rhabdomyosarcoma non-paramenangial, مش specifically اللي مش في الparamenangial group. تمام, دول ما فيش evidence ان احنا ان الراديوثيرابي عملت فرق في السيرفايفل, العيانين دول عاشوا اكتر من دول. تمام, nonetheless intensive local radiotherapy should be always be considered for those with a high risk of local recurrence including blah blah blah. طبعا ده هنا الاوثرز حاطينها عشان يحموا نفسهم, يعني انت ما ينفعش ان انت تقول انا ما عنديش evidence قوي فانت تقول خلاص لا العيان ده ما تدلوش radiotherapy عشان احنا ما شفناش فرق في survival necessary. لا, انا ما عندي الاناليسيس بتاعتي ما زالت retrospective, انا ما زال عندي I would not recommend ان انت ما تديش, بس في نفس الوقت ال evidence عندي ما بيثبتش, it does not support. بس. And then finally, there is a pressing need for high quality randomized control trials to provide further guidance. Okay, يعني أنا هنا بقول إن أنا دي retrospective analysis, بس يفضل لو كان في randomized control trials. So, ده الـ overall abstract. أنت already من الـ abstract فهمت more or less الـ study دي بتتكلم عن إيه وفهمت الـ main findings. Simple enough, I think it is. لو أنت كـ oncologist مثلا بتقرأ دي, you may decide, okay, this is interesting enough, let me see, بقرا اكتر افهم ايه اللي في الاستدي, افهم الديتيلز. اوكي, اولا كل من وقت للتاني كده هنمسك مثلا كريتيك بوينتس. اول كريتيك بوينت ايه؟ اول كريتيك بوينت في الاستدي دي هي ان دي ريتروسبكتيف اناليسيس. اوكي, ده طبعا الايفيدنس بيست ميديسن بيراميد اللي اتاخد واخده من ويكيميديا كومنز. As you will see in out of studies خالص, يعني طبعا دي هنا اللي هو في البوتوم اوف ذا بيرامز خالص اللي هي الانيمال واللابراتوري ستاديز, دي اللي احنا مثلا جبنا راتس والراتس دي عندها عملنا لها اندكشن للرابدوميوسارcoما, وبعد ما عملنا لها الرابدوميوسارcoما بصينا هتريسبوند لاني كيموثيرابي اند سو اون, بعدين الكيس ريبورتس اند كيس سيريز, بعدين الكيس كنترول ستاديز اللي هي ريتروسبكتيف ستاديز شبه اللي احنا بنتكلم عنها, رغم ان احنا بنتكلم عنها برضو مش تراديشنال كيس كنترول, بعدين الكوهورت اللي هي البروسبكتيف. كل دي اوبزرفيشنال ستاديز, يعني انت عندك العيانين جاهزين تمام وانت بتبص عليهم ايذر ريتروسبكتيفلي لورا او بتبص عليهم لقدام. تمام,
غير خالص الراندومايز كنترول ترايلز اللي هي بتعتبر انترفنشنال ستادي. يعني انت بتجيب العيان قبل ما تبدا خالص, بيجي لك عيان جديد وتقول له بص انت عيان جديد, انا دلوقتي هقرر راندوملي يا اما ادي لك النوع ده من الكيموثيرابي يا اما النوع ده من الكيموثيرابي, نشوف انت هتعيش ولا لا. وبعدين اعلى طبعا, اعلى من ده اللي هو السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيز, اللي هو انت تبص على كل الاستاديز اللي اتنشرت في المجال ده هو بتقارن ما بينهم وتبني اجريجيت ايديا, يعني بص اوفر اول ان الاستاديز دي بتمشي في انهي اتجاه. وفاينلي طبعا البراكتس جايد لاينز اللي هي انت ككلينيشن بتعتمد عليها. عاده الجايد لاينز نفسها بتاخد من الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيوز, assuming in a systematic reviews and meta-analysis are based on very large sample size and so on. أحيانا أقوى systematic reviews هي systematic reviews المبنية على randomized control trials, لأن ده أنت prospectively أنت من الأول بتbreak the correlations, من الأول بتقسم العيانين وبتشوف إيه اللي بيحصل. You see it happen in front of your eyes. So it's a stronger type of evidence. لكن أحيانا ما بيبقاش فيه enough patients ان انت تعمل control trial. So ليه احنا هنا, السؤال هنا ليه هنا عملنا retrospective analysis مش randomized control trial؟ بكل بساطة لان مفيش, لان التيومر ده رير, فانت عشان تعمل randomized control trial لازم تقول مثلا انا كل العيانين اللي هيجولي من ديسمبر 2018 لحد ديسمبر 2020 اي عن randomized sarcoma هيجيلي هدخله في clinical trial دي وهشوف هياخد ايه. الديزيز ده very rare, وفي الديزيزز الرير it's hard ان انت تعمل الكلام ده, لان انت هيجيلك عيان كل سنتين مثلا او كل سنة. حلني بقى, يعني جالك عيان سنة سنتين ثلاثة أربعة, يعني السامبل سايز بتاعك يبقى 10 مثلا على كمان 10 سنين, ف it's not very realistic. ف most of the studies الحاجات اللي very rare هتلاقيهم تبقى case reports, case series. العيان ده جالي وانا بما ان ما عندناش, مفيش guidelines, مفيش clinical trials, بمشي على اقرب حاجة انا شايفها. عشان كده كان في المدرستين اللي هو اللي بيقول لك انا على الجزء البيدياتريكس او على الجزء الادلت سوفت تيشو ساركوما. Okay, so this is why not randomized control trial. طبعا في details أكتر في evidence-based medicine ده, بس ده مش محلها. أنا بتكلم بس broadly speaking لي the retrospective analysis. And of course, this is a critique point. أنت كphysician لازم تبقى عارف ده أن the strength of evidence مش عالية. And ده مش evidence قوي جدا يخليك أن أنت بكرة تعمل كده مع العيان ده. طب لكن هو مازال أقوى من no evidence. والguidelines actually لما بيكونش في clinical trials بيبصوا على systematic reviews بناء على observational studies. يعني it's okay. Okay. سؤال التاني, هل ده traditional meta analysis systematic review؟ لا, ده pooled analysis. ده pooled survival analysis. يعني ايه pooled survival analysis؟ هنتكلم الاول يعني ايه هو traditional quote unquote systematic review او traditional meta analysis. traditional meta analysis يعني انا هقول لك فلان الفلاني عمل study, تمام, عمل clinical trial مثلا في هولندا, تمام, والكلينيكال ترايل دي لقت ان الهازارد ريشيو ان العيانين اللي بياخدوا الكيموثيرابي دي 2 تايمز مور لايكلي ان هم يموتوا عن العيانين اللي ما بياخدوش الكيموثيرابي دي. بعدين في حد تاني عمل ستادي في امريكا لقى ان هم 1.5 تايمز مور لايكلي ان هم يموتوا, وفي حد تالت عمل ستادي دي في البرازيل ولقى ان هم 0.5 تايمز مور لايكلي ان هم يموتوا and so on. فانا ما عنديش العيانين نفسهم, انا عندي الارقام اللي فلان الفلاني طلع بيها لما اشتغل على مثلا 500 عيان, 100 عيان, 200 عيان. فانا بقوم عامل ايه, انا بقوم عامل احصاء كده واقوم مجمع الارقام اللي هم بيدينها لي اللي هي اوريدي متجمعه من العيانين بتوعهم, واقول لك لو اعتبرنا العيانين دول الاستاديز دي مور اور ليس العيانين بتوعهم شبه بعض, ها فبالتالي اوفر اول مثلا النوع ده من الكيموثيرابي 1.2 تايمز مور لايكلي ان هو يبقى ريسك, يعني الريسك اوف ديث النوع ده 1.2 تايمز عن الريسك من النوع ده مثلا. فده التراديشنال سيستماتيك ميتا اناليسيس, لان انت في الميتا اناليسيس التراديشنال انت ما عندكش الاكشوال بيشنتس. لكن هنا بما ان ما فيش قوي حد نشر ارقام, احنا اللي موجودين هي كيس ستاديز وكيس سيريز, فدي نوع مختلف. ده ميتا اناليسيس, ده بول سيرفايفل اناليسيس. يعني احنا جبنا الكيسز نفسها من الكيس ريبورتس والكيس سيريز وكلمنا الاوثرز او بعتنا للاوثرز اللي ناشرين الستاديز المختلفه وقلنا لهم العيان الفلاني اللي كان عندكم خد اني نوع من الكيموثيرابي وعاش لحد قد ايه ومش عارف ايه. فهي لحد ما هي تعتبر primary study, يعني هي فيها فيها some sort of data collection, وانت شغال على العيانين نفسهم على level العيانين.
فبالتالي بتعتبر طبعا هنا الاسامبشن هي ايه؟ ان البيشنت هوموجينوس، ان العيانين دول كان ان ده العيان اللي من المكسيك زي العيان اللي من البرازيل زي العيان اللي من الهند زي العيان اللي من امريكا زي العيان من اوروبا and so on. اوكي، لان انت بتجمعهم على بعضهم كانهم كانوا في نفس المستشفى، وانت عالجت ده بكذا وعالجت ده بكذا وبتشوف مين فيهم اللي عاش احسن. فدي اهم الكريتيك بوينتس كده بس من الابستراكت قبل حتى ما ندخل على المين بيبر. اوكي فاين، let's define the problem. The rarity of adult RMS hindered accrual to randomized controlled trials. احنا already عارفين الكلام ده اهو، فبالتالي مفيش clinical guidelines. Okay. While substantial improvements were achieved in the survival of pediatric patients, the 5-year survival of adult patients remains worse. يعني ال pediatric patients، الواحد ال pediatric عنده adult RMS هيعيش ال probability ان هو يعيش 5 سنين up to 87%, which is very high. تمام؟ طبعا كل حاجه ليها رينج طبعا، تمام، حسب الاستادي وحسب المكان and so on. في حين الادلتس النص او اقل من النص كمان، يعني 40% هيعيشوا لما يبقوا 5 سنين. تمام، في حاجه تانية موجوده في الليتريتشر بتموتيفيت البروبلم، هو ان في اذر اناليسيس ان هي ريس كونسيرن الادلتس في بعض الاحيان ما بيدوهمش كيموثيرابي او بيدوهم ليسر دوز كيموثيرابي على اساس ان ما فيش جايد لاينز قوي، فكل واحد شغال بمزاجه، فحد بيقول لك لا هو كده كده الديزيز ده فيري هاي ريسك فخليه كواليتي اوف لايف احسن مثلا. فاهم قصدي؟ فا اوكي ذس از ذا بروبلم. نيكست، a quick educational point قبل ما ندخل على further details، لان الكلام اللي جاي احنا بنتكلم على survival analysis. يعني ايه survival analysis؟ ايه هي survival outcomes؟ اوكي، survival analysis هي العيان اللي انا اديته intervention chemotherapy radiotherapy surgery whatever هيعيش قد ايه، امتى البروجريشن هيحصل، هل هيحصل ميتاستاسيس ولا لا. بيزيكلي اتس اباوت تايم تو ايفنت، يعني هيحصل قد ايه لحد ما الكلام ده، يعني هناخد قد ايه، العيان ده هياخد قد ايه لحد ما الكلام ده يحصل اذا حصل. تمام، فمثلا في حاجه اسمها الاوفر اول سيرفايفل او او اس. ايه هو الاوفر اول سيرفايفل؟ هو ان انا هحسب المده من التايم اوف دايجنوزس العيان ده من ساعه ما انا شخصت العيان، اسيومينج ان العيان اول ما جات له السيمبتومز راح للدكتور. طبعا دي الاسامبشن ودي حاجه ما اقدرش قوي اتحكم فيها، تمام، بس هنعمل اسامبشن دي ان العيان اول ما جاله الدايجنوسيس او اول ما بدا الديزيز يبقى ليه سيمبتومز راح للعيان أو راح للدكتور، فده التايم اوف دايجنوسيس. الاند بوينت بقى، الاند كلمه اند بوينت هي دي اللي بتختلف من نوع سيرفايفل اوتكم للتاني. ففي حاجه اسمها الاوفر اول سيرفايفل، يعني العيان مات امتى. اوكي، فبالتالي لو العيان ده خد كيموثيرابي كويسه هياخد وقت اكتر على ما يموت اذا مات. اوكي، في حاجه اسمها ديزيز سبيسيفيك سيرفايفل، انا مش حاططها في السلايد دي وما اشتغلناش عليها لان ما كان صعب نطلع الداتا. انا يعني ايه ديزيز سبيسيفيك سيرفايفل؟ يعني من الوقت الدايجنوزس لحد ما يموت من الديزيز ده سبيسيفيكلي، مثلا مات بس من الرابدوميوسركوما. يعني لو العيان ده مثلا مات بهارت اتاك ملوش علاقه بالرابدوميوسركوما هنعتبره ان هو العيان ده ما ماتش، يعني مش هنعتبره ان هو لسه عايش، بس هنعتبره بس مش هنعتبره ان هو مات. تمام، وانا هاجي للنقطه دي. حاجه اسمها سنسورشيب، فدي اسمها الاوفر اول سيرفايفل. حاجة اسمها local recurrence free survival، يعني ايه؟ يعني local recurrence free بنبدأه من انت ليك start point و end point. تمام، هي دي اسمها survival outcome اللي هي time to event من كذا لكذا. تمام، local recurrence free يعني من الريميشن، يعني العيان ده خد الكيموثيرابي وتعالج لحد ما الديزيز رجع له تاني. تمام، اللي هو recurrence. هل في ناس بيرجع لها الديزيز؟ طبعا. تمام، الكلام ده مشهور جدا في في انواع معينه من التيومرز، معظم التيومرز يعني كل التيومرز ممكن فيها ريسك اوف ريكيرنس، بس يعني في انواع معينه من التيومرز ليها ريسك اعلى في الريكيرنس. تمام، زي مثلا مالتيبل مايلوما مشهوره قوي بالريكيرنس. اوكي، سو ده اسمها لوكال ريكيرنس فري سيرفايفل، من وقت اللي انت العيان اتعالج على كيموثيرابي ريجيمن لحد ما الديزيز رجع له، فده بيقول لك قد ايه الكيموثيرابي بتفضل مع العيان. اوكي، في حاجه اسمها البروجريشن فري سيرفايفل، يعني من الوقت العيان دايجنوست فيه لحد ما حصل progression للديزيز، سواء ان حصل local spread للlymph nodes او للsurrounding tissue expansion او whatever، او حصل distant spread metastasis يعني. وfinally في نوع تاني من outcomes اسمه distant metastasis free survival، يعني من وقت ما انا شخص العيان لحد ما حصل له metastasis. تمام، طبعا من وقت ما شخصه لحد ما حصل له metastasis انا ممكن اكون بعالجه في النص، انا ما بكلمش هو عالجته ولا ما عالجتوش، انا بقول لك هو ده الoutcome بتاعي. اوكي، okay. في بقى complication في survival analysis. الcomplication دي هي حاجة اسمها اللي هي censoring. يعني ايه censoring؟ يعني ايه censoring؟ censoring
هو ان انا العيان ده ممكن يبقى lost to follow up، او ممكن العيان ده ما يموتش، او ممكن العيان ده يحصل له حاجه انا مش واخد اعتباري فيها، فما اقدرش اتابع معاه الحاله. يعني خلينا نمسك الشارت على الشمال ده، اوكي. لنقل ان انا العيان ده بدا كان دايجنوز من الشمال لليمين، الاكس اكسس من الشمال لليمين هو الوقت، تمام. يعني نعتبر مثلا نهايه الاستادي بتاعتي، هقول مثلا انا هبص على العيانين لحد سبتمبر 2018 مثلا هنا، تمام. ف this is time, this is my end, this is the end of my study. وانا بدات الاستادي، طبعا انا هنا بتكلم على بروسبكتيف، بس ريتروسبكتيف شبه كده. يعني الريتروسبكتيف انت بتبص على الداتا دي، انت اوريدي عندك، مش لسه بتجمعها، بس it's the same idea، تمام. فخلينا هنا عشان اشرح النقطه دي نتكلم على الـ case for prospective study. اوكي، خلينا نبص على النقطه الحمراء الاولانيه ده. العيان اتشخص برابدوميوساركوما هنا في النقطه دي، تمام. بعدين تات 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 انا متابع مع العيان، تابع مع العيان، تابع مع العيان، تابع مع العيان، بعدين العيان راح حصل ايه؟ مات. خلاص، يبقى العيان ده هو الاوفرول سيرفايفل تايم بتاعه من التايم اوف دايجنوزس للتايم اوف ديث هو طول الخط الاحمر ده، اوكي. ان سو اون للخط الاحمر ده والخط الاحمر ده وكل الخطوط الحمراء في الايه، في الفيجر ده. تعالى بنبص على الخط الازرق ده. الخط الازرق ده بيقول لك ايه؟ العيان ده انا شخصته برابدوميوساركوما هنا، وبعدين بدات اعالجه، وهوبفلي يكون العلاج ماشي او كده اهو. وبعدين الاستادي بتاعتي خلصت والعيان ده مش عارف هو حصل له ايه، الاستادي بتاعتي خلصت او العيان بطل يتابع معايا او كده اهو. طيب انا دلوقتي انا مش عارف العيان ده مات ولا ما ماتش، فبالتالي ما عنديش التايم اوف ديث، بس في نفس الوقت انا في معلومه عندي، انا عارف ان العيان ده عاش اتليست المده دي، تمام. يعني انا مش عارف العيان ده مات امتى، بس انا عارف ان هو عاش اتليست طول الخط الازرق ده. فالكلام ده بينطبق على الخط الازرق الاولاني والتاني والتالت. يعني على سبيل المثال انا عارف ان العيان ده عاش اكتر من العيان ده هو. شايف الخط الاحمر ده اللي انا حاطط عليه الماوس اللي هو تاني خط احمر؟ العيان اللي في تاني خط احمر عاش، لنعتبر ان كل مدة ما بين خطين دول شهر، عاش مثلا شهر، بينما العيان اللي في الخط الازرق عاش اتليست شهر، نص شهر، بعدين شهر، اتنين، تلاتة، انا عايش اتليست 3 شهور ونص. يبقى العيان ده انا مش عارف مات امتى، بس انا عارف ان هو عايش اتليست 3 شهور ونص، بينما العيان اللي فوقه الاحمر انا عارف ان هو ديفينتلي ما عاش غير شهر. فبالتالي السنس العيان اللي لوست فولو اب ده رغم ان انا مش عارف هو مات امتى، فما هو لكن هو مازال يوسفول داتا بوينت، مازال اقدر استفيد منه، تمام. فهي دي اسمها سنسورينج، اللي هي ميسنج داتا، اللي هو لوست تو فولو اب، my patient is lost to follow up. Okay, okay. Keep this in mind. هي دي كلمة survival analysis. ده اللي بيفرقها عن أنواع تانية من الanalysis اللي أنت عندك الداتا كاملة. أنت هنا دي عندك missing data بس data useful. Okay. Okay. هو ده ال survival outcomes وهو ده اللي إحنا بنشتغل عليه. نقرأ كده من البيبر. Definition of endpoints. مهم جدا طبعا أي paper تقول تعمل survival analysis تقول definition of endpoints. Events were considered were death, local recurrence already اتكلمنا عن كده, distant metastasis already اتكلمنا, or both. يعني حد حصل له distant metastasis أو local progression. Refractory cases whose primary tumor didn't demonstrate response to treatment were excluded from local recurrence. ماشي. What were included in the PFS. يعني ايه؟ يعني من الاخر لو انت عندك عيان اساسا ما تعالجش مع الكيموثيرابي، اكيد مش هتعرف تحسب له اللوكال ريكورنس فري، لان تعريف اللوكال ريكورنس فري سيرفايفل هو ان العيان اتعالج بالكيموثيرابي وبعد كده الديزيز رجع له. اوكي، الكلام ده ميك سنس. لكن طبعا they were included في البروجريشن فري، لان انت البروجريشن فري اناليسيس تعريفها هو من التايم اوف دايجنوزس لحد ما حصل ديزيز بروجريشن. اوكي، لحد سو فار سو جود، الكلام ده ميك سنس. نمسك بعض الديفينيشنز. ايه هو التيومر ستيج اللي هو البري تريتمنت تيومر ستيج اللي هو الستيج اللي هو تي ان ام ستيجنج. في نوعين من الستيجنج، في حاجه اسمها الاي ار اس جي ده ستيجنج كرايتيريا، وفي ستيجنج كرايتيريا ثانيه اسمها الانترناشنال يونيون اجينست كانسر اللي هي تي ان ام ستيجنج اللي احنا متعودين عليه. اوكي، دول الستيجنج الاوثرز، الكلام ده هتلاقيه في السبلمنتري فايلز. طبعا عاده وانت بتقرا البيبرز، يعني الحاجات اللي محطوطه في سبلمنتري فايلز مش معناها انها مش مهمه، it just means ان الحاجات دي كانت صعب ان انت تجيبها، يعني صعب انها تتحط في البيبر من غير ما تبقى تكتر الفوليوم. لكن انت كقارئ
كريتيكال، المفروض ان انت تبص في السبلمنتري بالذات الحاجات المهمه يعني. فطبعا الديفينيشنز مهمه، مهم انك تعرف هم ازاي يعرفوا الستيج مثلا. اوكي، ايه هي البوست سيرجيكال كلينيكال جروب؟ يعني في حاجه اسمها ستيجنج اللي هو قبل التريتمنت، في حاجه اسمها البوست سيرجيكال كلينيكال جروب اللي هو ايه؟ اللي هو الاكستنت اوف ديزيز افتر الانيشال بروسيجر but before beginning الكيموثيرابي. يعني العيان ده عملت له عمليه وشلت الرابدوميسركوما جروسلي كده على قد ما اقدر، تمام؟ قد ايه من من التيومر فاضل بعد الكلام ده لما نعمل راديولوجي يعني. هو ده اسمه البوست سيرجيكال كلينيكال جروب، تمام؟ طيب ماشي. وطبعا في ديفينيشنز بقى ديتيلز يعني تعرفنا كذا، لو البيشنت ده عنده مش عارف ايه هنعتبره كذا، طب لو العيان اتس اوكي بات لو انت اونكولوجيست هتفهم الكلام ده اكتر، but if you're not and you just want to get a broad idea it's important at least ان انت تعرف الريفرنس هم اعتمدوا على انهي guidelines او على انهي staging system عشان يعرفوا الكلام ده. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان هو جاي قدام عشان كده بعرفه دلوقتي. طبعا في حاجه اسمها البوست سيرجيكال كلينيكال جروبس، تمام؟ في حاجه اسمها يعني ده اللي انا وريته ده قبل كده، ده بقى في جدول يعني، تمام؟ وهنا انا عامل هايلايت للبايوبسي اونلي، لان افرض العيان اساسا ما عملش سيرجري، فلو العيان ما عملش سيرجري انت ما تقدرش تعرف البوست سيرجيكال جروب، صح؟ لان بوست سيرجيكال باي ديفينيشن، بس هم الناس اللي حطوا التعريف ده عرفوا لو انا بس خدت بايوبسي من العيان، وطبعا كل العيانين بتاخد منهم بايوبسي، والا هو تشخيص الرابدوميسركوما اساسا بالبايوبسي، يعني بتاخد بايوبسي وبعدين البايوبسي دي بتروح للباثولوجي وبعدين الباثولوجي بيبص عليها. فلو الكلام ده اتعمل بس بالبايوبسي هنعتبره ستيج 3A، اوكي، بوست سيرجيكال سوري جروب 3A. anyways كل دي ديتيلز بس just يعني relevant انها تتعرف. اوكي، هنا هنمسك برضو تعريف تاني، هو ايه هي الكيموثيرابي ريجيمنز. الكيموثيرابي ريجيمنز هي نوع بيسكلي في 500,000 كيموثيرابي ريجيمن للناس اللي بتعمل رابدوميسركوم، بما ان مفيش ادلت رابدوميسركوم، بما ان مفيش جايد لاينز، فالاوثرز بيسكلي قسموها على انتو تو برود كاتيجوريز. الحاجات المبنيه على الادلت سوفت تيشو ساركوما اللي هي بالازرق، اللي هي من الاخر مبنيه على الانثراسايكلين، والحاجات المبنيه على الانثراسايكلين اي بليف ليتس سي جاست ا سكند الادلت رابدوميسركوما بالضبط الانثراسايكلين، الحاجات الانثراسايكلين هي الادلت بيست يعني اللي انا بوريه هنا اهو، اللي هي الفوسفامايد والانثراسايكل كومبليشن هي دي المبنيه على الادلت ريجيمنز، بينما الكيموثيرابيوتكس الثانيه كلها نعتبرها دي اللي ادابتد من البيدياتريك بروتوكولز، يعني حد عنده بيدياتريك رابدوميسركوما. اوكي، الكلام ده برضو موجود في السبلمنت. عندنا كل الديفينيشنز، فاضل ديفينيشن اخير هو الريسبونس تو كيموثيرابي. يعني ايه ريسبونس تو كيموثيرابي؟ يعني هل العيان ده هو بعد ما اديناه كيمو، خلي بالكم احنا اتكلمنا على البوست سيرجيكال جروب، يعني ده يعتبر الريسبونس تو سيرجري، السيرجري بتاعتنا نفعت ولا لا. في حاجه تانية بقى اسمها ريسبونس تو كيموثيرابي بعد ما انا اديته كيموثيرابي، تمام؟ ايه اللي حصل؟ هل حصل له كومبليت ديسابيرنس لكل الديزيز، ولا الفوليوم قل 66% ولا قل مش عارف 30% وهكذا. هو ده تعريف الريسبونس تو كيموثيرابي. يبقى بعد السيرجري وقبل الكيموثيرابي في البوست سيرجيكال جروبينج، بعد الكيموثيرابي في الايه ريسبونس تو كيموثيرابي. يبقى ده تعريف ايه الفيريوس فاكتورز بتاعتنا. اوكي، في هل في حد اشتغل على الشغل ده قبل كده؟ اه، في سير، في ناس اشتغلوا على السير اللي هي داتابيز موجوده هنا في امريكا كبيره جدا لعيانين الكانسر، وكانت داتابيز برضو كبيره، كان في 617 نون ميتاستاتيك بيشنتس، لكن ما كانش في ثيرابيوتيك ديتيلز. سو it was that kind of negative side and the authors they were kind enough ان هم في supplementary figure يحطوا طبعا انا بقول authors كأن انا مش منهم لان الجزء ده مش انا اللي عملته. ف anyways it was عملوا literature review and they show مثلا ان مين الstudies التانية اللي اشتغلت. طبعا هتلاقوا ان الstudies التانية كلها اللي اتعملت كانت retrospective لان again ما فيش clinical trials، وان قصدي لان disease rare، وان حتى واكبر study اتعملت كانت على 600 عيان لكن ما كانش فيه اي therapeutic details، ايه نوع الكيموثيرابي العيان اتاخده، فبالتالي ما تقدرش تجاوب الريسيرش كويستشن ده. اوكي، جميل.
اوكي احنا عايزين نعمل ايه من الستدي دي؟ The primary objective is رقم واحد identify prognosticators that can explain poor survival. يعني من الاخر ايه الحاجات اللي بتسبب ايه السبب ان الادلت رابدوميوساركوما السرفايفل بتاعها وحش. اثنين الكيموثيرابي بتاع الادلت ولا بتاع الادابتد من الادلت ساركوما ولا بيدياتكس. ورقم ثلاثه exploring هل في ان احنا لو استنينا شويه delayed surgery وادينا adjuvant radiotherapy which is a secondary endpoint secondary outcome انا مش هتكلم فيه في البرزنتيشن دي. اوكي طبعا ده الفاميليار بريزما فلو تشارت اللي هو ايه يعني من الاخر احنا بصينا على الباب ميد والمش عارف والكوكرين and so on. بصينا على الحتت اللي احنا ممكن ندور فيها على الابحاث اللي الناس نشرتها. وبعدين طبعا عملنا الكلام ده مره في 2015 وبعدين ابديتد السيرف في 2016. المهم عندنا نمبر اوف ستاديز كبير دي كل الابحاث اللي فيها الكلمات رابدوميوساركوما او فيها كلمه وات ايفر. تمام بعد كده طبعا هنشيل الدوبليكيتس يعني اكيد في نفس البحث موجود في الداتابيس دي وموجود في الداتابيس الثانيه فهنشيل الدوبليكيتس ده يسيب لنا 13000 كان في 13000 دوبليكيتس. بعدين هتبص على الريكوردز هنشوف مين فيهم اللي ريليفنت يعني هنا مثلا في 660 study excluded لان هم مش non يعني هم مش non metastatic rhabdomyosarcoma بيتكلموا عن نوع تاني من الساركوما او metastatic rhabdomyosarcoma. ومن الاخر وبعدين في طبعا اسباب الاكسكلوجن اتشالوا ليه لان الستدي مش انجلش العيان اقل من 16 سنه فيعتبر بيدياتريك and so on. المهم من الاخر الموضوع فضل ايه فضل عدد معين من الستديز طلع منهم 500 patients. اوكي اول تيبل ندخل كده على الريزلتس اما انا بس كويكلي بكروز ثرو الستدي مش الهدف ان احنا نجو ثرو اول ذا ديتيلز اوف ذا ستدي الهدف ان انا بس كده اديكوا فليفر لنوع الريسيرش ده. نبص على الكاركترستكس. اوكي احنا عندنا 500 patients 100% يعني من خلينا نافيجيت هنقرا التيبل ده ازاي. 100% من عياننا اللي هم 553 patients عندنا الايج بتاعهم. اوكي 52% من البيشنتس بتوعنا عندنا التيومر سايز and so on. فدي ولا different characteristics دول اللي هو اللي بيسموها ال patient and tumor related characteristics الحاجات اللي علاقة بالpatient الايج السايز بتاع التيومر. تمام هو ده patient and tumor related characteristics. وفي نوع تاني من characteristics اللي هو treatment related characteristics العيان ده خد أي نوع من surgery خد أي نوع من chemotherapy خد أي نوع من radiotherapy and so on. Okay, so the different characteristics and you may look at it أهمية الكلام ده بس هو يدي لك إحساس السامبل سايز قد إيه. يعني لما أنا أقول لك مثلا يعني هنا مثلا ما فيش غير 15 عيان اللي خد أنتراسايكلين مع سايكلو نوع ده من الكيموثيرابي فطبعا هنا أي نتائج مبنية على عيانين دول مش هتبقى ريلايبل وهكذا. أنت ده الطريقة اللي تبص بيها الجدول ده هو السامبل سايز يعني. Okay نمسك educational point تانية لأن احنا يعني again مش الهدف هنا نعود أقرأ لكل paper أقرأ معاك كل paper الهدف هنا أن يبقى فيه استفادة من التوك ده يعني broadly more broad عن كده. فإيه هو Kaplan-Meier curve يعني إيه هو Kaplan-Meier curve اللي انتوا شفتوه في البيبر موجود في كذا حتة ده. Kaplan-Meier curve يا سيدي هو expression ل visual representation للسيرفايفل بتوع العيانين بتوع البيشنت بوبوليشن. خلينا نمسك الكيرف الازرق. تمام الكيرف الازرق مش عارف الماوس بتاعي ظاهر ولا لا بس لو الماوس ظاهر هو ده الكيرف. يعني انا بادئ خلينا نمسك نبص على الاكس كير الاكس اكسس والواي اكسس. الاكس اكسس في الوقت. تمام يعني احنا عملنا الستدي بيريود عملنا فولو اب من التايم اوف دايجنوزس اللي هو تايم زيرو لحد التايم اوف ديث عملنا او لحد ما انا قررت ان انا انهي الاستادي. مثلا انا عملت الاستادي بتاعتي في سبتمبر 2016 فاكيد خلاص يعني افرض العين ما ماتش لحد ما باي ذا تايم اي ستارتد ماي اي فينيش ماي ستادي فاهمين. فهنا الماكسيمم تايم هنا 260 شهر تقريبا. اوكي ده الاكس اكسس. ايه هو الواي اكسس؟ الواي اكسس هو سيرفايفل بروبابيليتي يعني البروبابيليتي ايه الفرصه ان العيان ده هيموت او هيعيش لو هو يعني من وقت الدايجنوز. فعلى سبيل المثال اول ما بنبدا طبعا بيبقى السيرفايفل بروبابيليتي 100% يعني اول ما العيان دايجنوز ايه البروبابيليتي ان هو عايش هو عايش فالبروبابيليتي 1 اوفر تايم. في عيانين بيموتوا لما عيان عندي بيموت. تمام هنبص على الحته دي من الكيرف. ايه البوينت دي من الكيرف؟ احنا عدى 50 شهر. تمام لما عيان عندي بيموت
من انا عندي 500 عيان، لما عيان فيهم بيموت الكيرف ده بيقوم نازل لتحت، لان ده بيقلل لي البروبابيليتي ان بقيه العيانين هيعيشوا، لان هو في عيان منهم مات، فغالبا الباقيين يعني في نسبه ان هم يموتوا. فلما في عيان بيموت البروبابيليتي بتاع الكوهورت ككل بتقل، فبتلاقي البروبابيليتي الكيرف بينزل. طب افرض عيان لوست تو فولو اب، تمام، افرض في عيان لوست تو فولو اب، يعني انا اخر مره سمعت من العيان كان يوم وات ايفر، فانا طبعا انا مش متاكد اذا العيان عاش ولا لا، انا اخر مره سمعت منه كان يوم كذا اللي هو بعد 50 شهر. فساعتها لما عيان بيبقى ده بيسموه سنسور اللي هو لوست فولو اب، ساعتها بنحط الشرطه ده اللي هي التيك ده. اوكي، فزي ما انتم شايفين الكيرف ده كل ما الكيرف بينزل معناه ان في عيان مات، يعني زي ما انتم شايفين هنا الكيرف اهو، احنا بادئين من فوق خالص، الكيرف عمال بينزل عادي، عيان بيموت عيان بيموت عيان بيموت عيان بيموت، كل ما عيان بيموت بيقلل البروبابيليتي ان بقيه العيانين هيعيشوا طبعا. وكل ما بيبقى فيه عيان لوست فولو اب، العيان ده اختفى من الوجود، ده بيبقى فيه تك اللي هي الشرطه اللي فوق دي، معناه ان العيان ده اجين ايه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل له، بس هو كان عايش اتليست لحد المده دي، وده برضو بيأثر في الطريقه اللي بنحسب بيها البروبابيليتي. الجدول اللي تحت ده يعني الارقام بقى، يعني هنا انت بادئ ب 202 عيان عندهم لو ريسك، لو ريسك رابدوميوساركوما، تمام، وبعدين بعد 50 شهر فضل منهم 50 واحد ات ريسك. يعني ايه اتريسك؟ اتريسك يعني عيان لسه لا مات ولا لوست فولو اب. فاحنا هنا فقدنا 200 ناقص 55، يعني فقدنا حوالي 150 عيان في المده دي ما بين 0 و50 شهر، في 150 عيان يا اما ماتوا يا اما اختفوا من لوست فولو اب، ما اعرفش ايه اللي حصل لهم. اوكي، وهو دي الطريقه اللي بيطلع اللي احنا بنلاقي بيها بنعمل بيها الكيرف ده اللي هو اسمه الكابلن ماير سيرفايفل كيرف. اوكي، so this is important. لو انت هتعمل اي survival analysis من اهم الكونسبتس اللي تعرفها هي ايه هو الكابلن ماير survival curve. وانا بديسكاس الكي ام كيرفز، انا عارف ان في good scientific practice ان احنا نوري النمبرز، بس انا هشيل النمبرز عشان بس الايه الفيجوالي السلايد تبقى حلوه يعني. اوكي، خلينا نبص على figure 2. اول حاجه ايه KM curve للOS والPFS overall survival وprogression free survival للwhole cohort. اوكي، طبعا اوفر تايم العيانين اللي بيموتوا بيبقوا لوست فولو اب، العيانين اللي بيموتوا او بيبقوا لوست فولو اب، ماشي. اوكي، الميديان سيرفايفل هو عدد الوقت اللي سيرفايفل بروبابيلتي فيه بتبقى 50%، يعني الوقت اللي بيبقى نسبه العيان هيعيش 50%، تمام. اوكي، ده كده اول كيرف ده مش مفيد قوي، بس هو بيدينا فكره عامه. بص على تاني كيرف، قارن الكيرف الازرق بالكيرف الاصفر اللو ريسك، يعني الاوفر اول سرفايفل في العيانين اللو ريسك فيرسز الاوفر اول سرفايفل في العيانين الانترميديت ريسك. اجينا الانترميديت ريسك واللو ريسك ده مبني على اللي هو زي الاستيجنج، حاجه شبه الاستيجنج كده. هتلاقي ان الازرق اعلى بكتير من الاصفر، and that makes sense. لو انا عيان اوريدي انا عارف ان هو هاي ريسك او هاي ستيج وات ايفر، العيان ده اكيد هيموت اسرع، فده اللي بيفرق لي الكيرف الازرق من الاصفر. الفرق الكيرف الجراي من الاحمر نفس الكلام، العيانين اللو انتميديت ريسك، بس بدل ما ابص على بدل ما ابص على الاوفر اول سرفايفل ببص على البروجريشن فري سرفايفل. اوكي، الكلام ده كله جميل وكل حاجه، تعال بقى نبص على الكيرف ده. الكيرف ده اللي هو في سي بيبص لك على البروبابيلتي اوف سرفايفل للعيانين اللي خدوا كيموثيرابي مختلفه، انواع مختلفه من الكيموثيرابي. اهم كيرف فيهم اللي انا عايز اركز عليه هو الجراي، العيانين اللي خدوا بس انثراسايكلين اللي هي الحاجات المبنيه على ادلتس، بص على بيموتوا بسرعه ازاي، تك 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 تك، يعني في ظرف ما فيش 100 شهر كل العيانين كانوا يا اما ماتوا يا اما اختفوا يا اما ما اعرفش ايه اللي حصل لهم، فده عدد قليل قوي، ومعظم العيانين كانوا اكشلي ماتوا مش بس في ظرف 50 شهر، في ظرف ما اعرفش 10 شهور ولا 11 شهر، ما كملوش سنه. فالعيانين اللي خدوا كيموثيرابي مبنيه على الادلت سوفتيش ساركوما ماتوا بسرعه، معناها ان الكيموثيرابي مش شغال، بينما العيانين اللي خدوا انواع مختلفه من البيدياتريك بروتوكولز عاشوا اكتر. فهي دي اهم فايندينج في البيبر، هو الكابلن ماير سي ده، تمام. ونفس الكلام هنا، سي هنا بنتكلم على الكيموثيرابي، يعني سي بيوري البروجريشن فري، يعني هل العيان ده حصل له بروجريشن سواء ميتاستاسيس او اكسبانشن للدي التيومر، ودي بيوري الاوفر اول سرفايفل، العيان ده عاش ولا مات مش بس البروجريشن، تمام. هتلاقي برضو نفس الكلام، رغم ان مفيش فرق قوي في الكيرف في على اليمين ده ما بين الحاجات البيدياتريك المختلفه، لكن في فرق جامد ما بين الادلت العيان اللي خد حاجه مبنيه على الادلت اللي هو الجراي كيرف، واللي خد اي حاجه من اي نوع من انواع الكيموثيرابي المبنيه على البيدياتريكس. اوكي،
This is a very significant finding. انت كفيزيشن بتقرا الريسيرش ده اهو كانكولوجيست, ده اهم فاكتور, ده اهم حاجه انت عايز تطلع منها, هو الاهم كيرف انت هتبقى عينك تيجي عليه كحد عايز يشوف هيعمل ايه مع العينين بتوعه, هو كيرف سي ودي ده اهو. اوكي تعال نبص على فاكتورز ثانيه ريسبونس تو كيموثيرابي. طبعا حاجات الكيرفز دي مش مهمه بقى, يعني الكيرفز دي يعني مهمه بس فور ان هي بقى فور كومبليتنس بيربسز. يعني العيان اللي كان اللي شود ريسبونس تو كيموثيرابي عاش اكتر, طب ما طبيعي, ما انت العيان ده اوريدي شود ان هو عنده ريسبونس تو كيموثيرابي, التيومر بدا يشرينك ومش عارف ايه, طبيعي ان ده هيعيش اكتر. فالكيرفز اللي موجوده هنا يعني سورت اوف ميك سنس, بس مش يعني ما فيهاش فايندنج, هي بس بتقول لك ان الداتا دي مش بايظه وما فيهاش حاجه غلط يعني. اوكي انا قربت اخلص, فخليني قربت اخلص الجزء الاولاني اللي هو الجزء اللي بنتكلم فيه انت كفيزيشن تقرا البيبر دي ازاي. فخلينا ناخد كده اول حاجه قبل ما ندخل على التيبلز بقى الجداول, لان الجداول احنا انت خلاص خدت فكره عامه عن البيبر بتتكلم عن ايه, بس مهم انك تقرا الجداول تبص على الهازارد ريشيو اللي هو العيان ده ريسك. يعني هنتكلم دلوقتي عن الديفينيشنز, يعني ايه كوكس ريجريشن اولا. تمام, مش انا وريتكم الكابلان ماير ده, الكابلان ماير ده بيستيميت العيان ده هيموت قد ايه. الكوكس ريجريشن هو ان انا ببني موديل على كده, يعني بقول لك بناء على كل عيانين دول لو جالي عيان في المستقبل غالبا لو هو عمره كذا وخد نوع كيموثيرابي ريجيمين ده ومش عارف ايه هيعيش مده الفلانيه. فالكوكس ريجريشن ده مش بس بشرح الداتا اللي عندي, انا ببني موديل عليها. تمام, والموديل ده بيديني حاجه اسمها الهازارد ريشيو. يعني ايه الهازارد ريشيو؟ الهازارد ريشيو يعني ايه الريسك, يعني انا بحط رقم, يعني بقول لك مثلا العيان اللي خد نوع ده من كيموثيرابي ريسك الموت بتاعه 1.5 تايمز العيان اللي ما خدش كده, فبحط رقم للموضوع. وطبعا ده مهم لان الكابلان مايرز لوحدها, الكابلان ماير مش متقسمه. يعني ايه؟ يعني واحنا بنبص على الكابلان ماير, واحنا بنبص هنا مثلا على الكابلان ماير اللي انا قلت ده اهم كابلان ماير فيهم اللي هم على الشمال ده هو, ممكن جدا يكون العيان اللي خد انتراسايكلين بيست ثيرابي العيانين دول يكون سنهم بشكل عام اكبر من العيانين اللي خدوا البيدياتريك بروتوكولز. يعني ممكن يكون الدكاتره and that makes sense, ممكن يكون الدكاتره مع نفسهم قرروا ان العيان ده لو اكبر مثلا من 30 سنه لا ده كبير انا هعالجه زي السوفت تيشو ساركوما, غير مثلا لو عيان عنده 18 سنه او 19 سنه, رغم ان الاثنين يعتبروا ادلت رابدوميوساركوما, بس ممكن يكون ده اتعالج عشان هو كبير وده اتعالج بالشكل ده عشان هو صغير. فبالتالي انا هنا لما انا ببص على كابلان ماير ده ممكن بكون مش الفرق بسبب الكيموثيرابي نوع الكيموثيرابي, لكن ببص السرفايفل ديفرنس بسبب ان ده اكبر من ده في السن وهو ده السبب ان ده بيموت اسرع. فطبعا دي حاجه يعني كابلان ماير بيديك فكره عامه, لكن مش بيأكاونت فور حاجه اسمها الكونفاوندنج. يعني انا عيان عندي عيان كبير واديته بيدياتريك بروتوكول, او ممكن عندي عيان كبير واديته ادلت بروتوكول او وهكذا, فلازم انا ابريك الكونفاوندنج ده. يعني في نفس الموديل اخد في اعتباري ان العيان ده كبير في السن وان العيان ده عنده ليت ستيج ديزيز وان العيان ده اديته النوع ده من الكيموثيرابي واشوف مين الريسك بتاعه اعلى من الريسك التاني. اوكي سو هو ده فكره الكوكس ريجريشن, ان هو انا ببني موديل بحيث ان انا احط كل الحاجات دي مع بعضها واشوف ايه الريسك هيبقى كام. يعني ايه الريسك لو انا اديت عيان كيموثيرابي مبني على بيدياتريك بروتوكولز بغض النظر عن سن العيان, هو ده فكره الايه الريجريشن. اجين هازارد ريشيو هو الهازارد او الريسك. تمام, يعني ايه كونفيدنس انترفال؟ هي يعني نقطه مهمه تتعرف صراحه, يعني ما ينفعش حد يبقى بيقرا النتائج دي من غير ما يفهم الكونفيدنس انترفال او على الاقل يعرف ازاي انتربريت الكونفيدنس انترفال. يعني ايه كونفيدنس انترفال؟ الكونفيدنس انترفال بغض سيبنا من التعريف المبني على البروبابيليتي وكل حاجه, انا هقول لك انت تقراها ازاي. يعني مثلا هقول لك العيان ده الريسك بتاعه 1.5 تايمز, تمام, يبقى ده الريسك, بس الريسك ده في حواليه فاريانس, يعني ممكن الريسك ده يبقى قليل خالص اساسا, يعني ممكن يبقى الريسك الافريج بتاعه 1.5 تايمز لو العيان ده مثلا خد الادات كيموثيرابي, بس يكون اساسا معظم الوقت الريسك ده مش الرقم. يعني هديكم مثال ادي من الجدول ده, لقينا ان العيان اللي ستيج 1, تمام, العيان اللي ار اس ستيج 1 رابدوميوساركوما الهازارد ريشيو بتاعتهم 0.67, يعني لو ريسك. يعني لما حد يكون ستيج 1 الريسك بتاعه اقل من لو كان ستيج 2. تمام, فده الايه الرقم بتاعنا ده الهازارد ريشيو. الرقم ده رقم واحد لكن هو حواليه فاريانس. يعني ايه حواليه فاريانس؟ يعني الهازارد ريشيو دي ممكن تبقى ما بين كذا وكذا, ممكن تكون ما بين 0.3 و
1.3. اوكي فده ال distribution بتاع ال hazard ratio بتاعنا. اوكي و 1 point بس to keep in mind ان ال hazard ratio مش هي هي بالظبط ال p value. ال p value هي نسبة ان الكلام ده حصل by random chance, فهما الاتنين related بس مش they're not exactly the same. انت كفيزيشن, انت كحد بيقرا البيبر دي, لو البي فاليو اقل من رقم معين هتعتبر ان دي ايه significant, ان 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 اللي انت شايفه ده الايفكت اللي انت شايفه ده حقيقي مش ايفكت مبني على ان انت السامبل سايز بتاعك قليل فمش عارف ايه. تمام اوكي, فانت من الاخر عايز البي فاليو تبقى اقل من 0.05, ده الرقم اللي احنا حاطينه الثريشولد, وعايز الكونفيدنس انترفال انها تكون does not cross 1. يعني it does not cross 1, يعني لو في hazard ratio of 1, hazard ratio of 1 معناها ايه؟ معناها ان الريسك في العيانين اللي عندهم stage 2 مثلا هو هو الريسك بتاع العيانين اللي stage 3. تمام, هو ده معناها لما اقول لك ال hazard ratio is 1. فخلينا مثلا نبص على هنا ال intermediate risk group, هنا اللي تحت هنا خالص, هنا ال hazard ratio 3.2, يعني العيانين ال IRS risk IRS intermediate risk 3 times more likely to die عن العيانين اللي low risk. لكن 3 times دي حواليها variability. تمام, لان الموضوع كله انت بتبني model. ال probability بترينج من 1.7 times ل 6 times, يعني العيانين ال intermediate risk يا اما twice as much or even 6 times as much more likely to die than العيانين ال low risk. فانت يهمك ال confidence interval ال low boundary بتاعها يبقى اعلى من 1. اوكي, في نوعين من الاناليسس, في حاجه اسمها اليونيفاريت اناليسس او اليونيفاريبل اناليسس, وحاجه اسمها المالتي فاريبل اناليسس. يعني ايه يونيفاريبل اناليسس؟ يعني انا عملت موديل حاجه شبه كابلر ماير كده, موديل دخلت فيه فاريبل واحد وشفت الفاريبل ده بيأثر ازاي في الموديل. فهنا مثلا لقينا الايج بي اسوسييتد مع هاي ريسك. انت طبعا انت البي فاليو دي ما بتقولكش الايفكت سايز, يعني ما بتقولكش الريسك ده الريسك بيبقى اعلى ولا اقل مع السن, بس انت بص على البي فاليو. انا عاملهم بالاحمر هنا الحاجات السيجنيفيكانت بي فاليو. اه ماشي, البي فاليو هنا ليس ذان كذا. تمام, انا هنا مش موري الهازارد ريشيو في اليونيفاريت مودلز. تمام, انا مش موري الهازارد ريشيو في اليونيفاريت مودلز. فانتوا خل ان يعني الطريقه اللي تقروا بيها الجدول ده هي اول كولم هنا, اول الكولم الاولانيه هي اليونيفاريبل مودل, الكولم اليمين هي المالتي فاريبل مودل اللي هو اكاونتنج فور الاذر فاكتورز بقى يعني على سبيل المثال خلينا كده ايه نبص على الحته, نبص على الجزئيه دي هنا. الايش لو انا بصيت بس على سن العيان هلاقي ان العيانين الاكبر في السن بيموتوا, لكن لو بصيت على سن العيان ومعاه الحاجات التانية هلاقي ان السن مش بيفرق قوي في الموت. بص هنا على الهازارد ريشيو, بص هنا على الكونفيدنس انترفال, بص على الكونفيدنس انترفال هنا هتلاقي ان الكونفيدنس انترفال هنا بتكروس ال1, معناها ان اتس نوت سيجنيفيكانت. ماشي, معناها ان اتس نوت سيجنيفيكانت. اوكي, يعني ايه؟ يعني لو ببص على السن لوحده, لو ببص على السن لوحده مش ببص على اي حاجه تانية, فالعيان كل ما بيزيد في السن كل ما غالبا هيموت اسرع. لكن لو بصيت على السن وبصيت معاه كمان العيان ده الستيج بتاعت الديزيز بتاعته ايه, وبصيت هو خد انهي نوع من الكيموثيرابي, وبصيت على حاجات المختلفه, هلاقي ان لا السن مش بيفرق. فاي حاجه موجوده بالاحمر في الشمال هنا اهو مش ريلايبل قوي زي اي حاجه موجوده احمر في اليمين هنا. يعني اللي في اليمين هنا انا بحط كل الحاجات دي مع بعضها وبشوف بقى مين فيهم المهم جيفن كل حاجه تانية. تمام, لكن انا ليه بحتاج ابص برضو على اليونيفاريبل؟ لان المالتي فاريبل اناليسس هي حاجه ديتيل تكنيكال ديتيل ستاتستيكال, فانا مش هدخل فيها قوي. لكن بالاخر كل ما الـ يعني صعب قوي انك تانتربريت المالتي فاريبل اناليسس لوحده. تمام, ف يعني المالتي فاريبل اناليسس بيبقى داخل فيه فاكتورز كتيره ممكن يقلل لك الباور بتاعه الموديل. ف ان اني كيس زي ما انتم شايفين هنا الفاكتورز الفلانيه مسؤوله عن اليونيفاريبل موديل. احنا هنا بنتكلم على الاوفر اول سيرفايفل, لكن الحاجه الوحيده اللي بتاثر في المالتي فاريبل موديل المالتي فاريبل سيرفايفل هو الايه الانترميديت ريسك اي ار اس جروب.
تمام. وطبعا مهم وانت بتقرا في التيبل تعرف ايه الحاجات اللي انا اكونتد فور. يعني انا وانا هنا ببص على المالتي فاريبل موديل، بص هنا، بص الحته دي، empty rows correspond to covariates that were not entered into the model because they were either explained by blah blah blah. الكلام ده statistical detail. لكن for the multivariable models, each variable was adjusted for this for the following set of covariates. هنا احنا طبعا بنتكلم على overall survival analysis، فبالتالي كل حاجه كانت adjusted للايج، لليوICC stage، لل I don't know. I think اللي هي ال جيو، I'm not too, I think it's meningeal, parameningeal, I believe. Anyways, GU, I can't remember what it was. Will post surgical risk group or iris risk group. تمام؟ اوكي. تعال نبص على ال local recurrence free survival. هتلاقي مثلا على لو انت بتبص على local recurrence هتلاقي في variables اكتر مهمة على المالتي فاريت ليفل، اللي هي الايج دخل معانا، الهيد اند نيك، يعني هل العيان ده عنده تيومر في الهيد اند نيك ولا لا، ده دخل معانا، والاي ار اس ستيج دخل معانا، والاي ار اس ريسك جروب دخل معانا. اوكي تعال نبص على الديستنت ميتاستاسيس، هنلاقي دخل معانا لو انت يعني اجين اليوني فاريبل ده بيأثر، بس ده يعني حاجه كده تاخدها كده تقول ام نوت شور، بس المالتي فاريبل هو الاقوى. فهنا لو انت تبص على الديستنت ميتاستاسيس، مين اللي بيأثر في الديستنت ميتاستاسيس؟ الهيد اند نيك تيومر، هل التيومر ده في هيد النك واليو اي سي سي ستيج مثلا يعني. And finally اللي بيأثر على progression free الايج والهيد النك. طب ما في معلومات كتيره قوي، في معلومات كتيره قوي، فانا قمت جمعتها في جدول بالشكل الفلاني، بالشكل ده. الجدول ده بيقول لك ايه؟ الجدول ده بيقول لك اني سوري جست ا سك، الجدول ده بيقول لك اني لو انا ببص على الاوفرول سرفايفل، ادي هي الاوتكمز بتاعتي، الاوفرول سرفايفل، لوكال ريكيرنس، progression free، distant metastasis. انا مرتبهم بالشكل ده لسبب، انا كفيزيشن اهم حاجه تهمني العيان ده هيعيش ولا هيموت، فالاكتر حاجه احنا بنكير اباوت هي الاوفر اول سرفايفل. لكن انا ممكن على السامبل سايز ده ما يبقاش كبير قوي، او خلي بالك الاوفر اول سرفايفل العيان ممكن يموت من حاجه تانية خالص، ممكن يموت مثلا من بريست كانسر، حاجه مختلفه خالص عن رابدوميوسركوما، ممكن يموت من هارت اتاك، ممكن يموت مش عارف ايه. فبالتالي انا يعني برضو مهم ان انا ابص على انواع مختلفه من الاوتكمز، فعندي الاوفر اول سرفايفل، عندي اللوكال ريكيرنس فري، بعدين البروجريشن، بعدين دي ام اس. من ترتيب اللي يهمني اكتر اللي هو العيان ده هيعيش ولا يموت للحاجات اللي اقرب يعني تعتبر فاكتور بس مش الفاينل فاكتور. يعني العيان ممكن يحصل له متاسس بس في الاخر يعيش، العيان ممكن يحصل له بروجريشن بس في الاخر يعيش، فاهمني؟ فدول الى حد ما طبعا مش يعني اتس نوت ذات كلير كات، بس الى حد ما ده بالترتيب الاهم، الاهم فالاقل اهميه. فلو بصينا على اوفر اول سرفايفل وسيبنا من اليوني فاريت اللي هو اليوني اللي هي يوني فاريبل، يعني كل فاريبل دخل لوحده في الموديل، تبص على المالتي فاريبل، لو بصينا على الاوفر اول سرفايفل هنلاقي مثلا ان الانترميديت ريسك اي ار اس ريسك جروب هي اهم حاجه. يعني الاي ار اس الاي ار اس ريسك جروب لو بصيت على كل الاوتكمز هي اهم حاجه بتاثر، وان ات ميك سنس، يعني من الاخر الستيج هي اكتر حاجه بتاثر في السرفايفل، وده حاجه كويسه جدا. تمام، معناها ان الستيجنج سيستم صح يعني كويس. طيب نبص على مثلا الايج، الايج بيأثر في الريكرنس وبيأثر في البروجريشن. يعني لو العيان ده الديزيز بتاعه راح، لو هو كبير في السن احتمال الديزيز يرجع، لو هو كبير في السن لو ديزيز ما راحش فهو احتمال ان هو يبروجريس حتى وانا بديله كيموثيرابي، وهكذا. دي الطريقه اللي هتقرا بيها الجدول ده، فهنلاقي ان اهم حاجه بتأثر فينا طبعا هي انت الريسك جروب، هي الستيج بتفرق في الميتاستاسيس، اليو اي سي سي ستيج، الاي ار اس ستيج. طبعا احنا قلنا في نوعين من الستيجنج سيستمز، الاي ار اس ستيج بتاثر في الريكيرنس او ليها افكت على الريكيرنس، والتيومر سايت هل هو هيد النك ولا لا. لو هو هيد النك نون بارامينينجيال فده سيجنيفيكانت ريسك على اللوكال، مش عارف ريسك اعلى ولا اقل، لكن هو بيأثر في المالتي فاريبل ليفل سواء على الريكيرنس او على البروجريشن او على الميتاستاسيس. اوكي كلام جميل جدا. دي البيشنت ريليتد فاكتورز، دي حاجه ليها علاقه بالعيان كله. انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش على كيموثيرابي ان تيرمز اوف الجداول، تعال نبص على الجداول بقى في ايه الايفكت اوف كيموثيرابي. الجداول نفس يعني انا هختصر بقى الجداول بدل ما ابص على كل الجداول واحد ورا الثاني. يو ماي ريد ات يور سيلف بات لوك ات ذا تيبلز هير. هتلاقي ان اهم حاجه بتاثر على كل الاوتكمز بتاعتي هي الريسبونس تو كيموثيرابي.
طب ما ماشي، ما ده كلام ميك سنس، لان لو عيان ريسبوند تو كيموثيرابي يعني الديزيز بتاعه، الديزيز بتاعه بدا يرجريس، يرجريس التيومر بدا يظهر في السايز اند سو اون، طبيعي ان العيان ده هيعيش اكتر. فده ما فادنيش قوي يعني، دي حاجه كويس ان انا ابص عليها بس ما فادنيش بمعلومه جديده قوي. اللي هيفيدني معلومه جديده قوي اكتر هو هنا اللي في النص ده، اللي هو الكاتيجوري اوف كيموثيرابي، اللي هو السؤال اساسا بتاع البيبر بتاعتي. هتلاحظ ان الانثروسايكلين بيس كيموثيرابي، يعني لو العيان واحد انثروسايكلين واخد adult based chemotherapy, adult sarcoma chemotherapy، ليهم ريسك اعلى ان هم يموتوا، سواء على لو انت بصيت عليها لوحدها univariable للسرفايفل، بس خلينا نبص على المالتي فاريبل لان ده اهم حاجه. ليهم ريسك اعلى للريكرنس وليهم ريسك اعلى للبروجريشن. مفيش ريسك في الميتاستاسيس بس في ريسك ان الديزيز بتاعه بروجريس لو خد الادلت كيموثيرابي، وفي ريسك ان يحصل ريكرنس للديزيز. خلوا بالكم هنا بنتكلم على المالتي فاريبل ليفل، ده ملوش علاقه بالكابلان ماير. احنا الكابلان ماير لو انتم فاكرين الكابلان ماير هنا اهو، ده الكابلان ماير ده، هتلاحظوا ان الانثروسايكلين بيأثر برضو في الاوفر اول سرفايفل وبيأثر في الايه البروجريشن في سرفايفل. لكن انا هنا ما ببصش على كده، انا هنا ببص على الكيموثيرابي دي مش بس لوحدها، لا ده لو خدنا في الاعتبار سن العيان وخدنا في الاعتبار كل حاجه تانية، لو خدنا في الاعتبار كل حاجه all things considered، هتلاقوا ان الانثروسايكلين بيست ما بتاثرش في الاوفرول سرفايفل لكن بتاثر في اللوكال ريكيرنس، يعني العيان اللي انت هتدي له ادلت بيس كيموثيرابي مور لايكلي ان هو يحصل له ديزيز ريكيرنس، الديزيز بتاعه يرجع حتى لو هو خف، وان هو مور لايكلي ان الديزيز بتاعه ايه يبروجريس. فدي الطريقه اللي هتقرا بيها الجداول. بس كده، ده كده الجزء الاولاني من التوك. انا هاوبن الدسكشن، ممكن نتكلم لو في حد عنده اي سؤال او كده اهو نتكلم فيه، وبعد كده خلينا ايه ادخل على بارت 2 اللي هو فيه ديتيلز اكتر ميثودولوجيكال لو حد انترستد في الريسيرش. فخلينا ناخد مثلا حوالي ربع ساعه ديسكشن، بعدين هرجع للبارت 2. هي هنمسك اكتر يعني هنمسك شاب نفس التوك نفس الحاجه، بس ندخل اكتر في some details انت كفيزيشن او انت كانكولوجيست مش مهم تعرفها. كل الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي مهم اي فيزيشن او انكولوجيست يكون عارفها، لان ده اساسيات الايفيدنس بيس ميديسن، اساسيات ان انت تعرف تقرا كلينيكال ترايل. انت لازم تعرف يعني ايه هازارد ريشيو، لازم تعرف يعني ايه تقرا البي فاليوز والكونفيدنس انترفالز والكلام ده. الكلام ده اساسي اي حد لازم يعرفه، اي دكتور لازم يعرفه. لكن اللي احنا هنقوله دلوقتي ده كلام ملوش علاقه بيك كطبيب، لكن ليه علاقه بيك كطبيب عايز يعمل ريسيرش. اوكي انا I'll try to keep it brief. احنا هنمسك بس ايه specific points ما بشوفهاش قوي بتتجاب سيرتها لما الناس بتتكلم على systematic reviews والmeta analysis اللي هي الحاجات اللي الناس كتيرة بتقعد تشرح فيها، فعشان كده انا هجيب سيرتها اكتر للحاجات دي. فخلينا نبدأ ب اول حاجة وفي حاجات طبعا بتتقال على طول، يعني مثلا database search strategies، كل systematic reviews، بالذات الكورسز اللي اتشهرت دلوقتي بتلاقي كورسز كتيرة systematic reviews والmeta analysis مش عارف ايه، تلاقي الناس كلها بتتكلم عنها، لكن مهم تجاب سيرتها. انت كحد فيزيشن عايز تعمل ريسيرش زي ده او كريسيرش عايز تعمل ريسيرش زي ده، مهم جدا ان انت تقول هتدور في انهي داتابيزز، هتدور بانهي كي تيرمز، هتدور ازاي هتحدد ان يعني تحدد ايه الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، ايه اللي يحدد ان الاستدي دي داخله معاك، اللي يحدد ان الاستدي دي مش داخله معاك اند سو اون. فالداتابيز سيرش استراتيجي هنا ناس اشتغلوا على باب ميد وميدلاين وكوكرين وامبيز وسكوبس وويب اوف ساينس وهكذا. طبعا هنا نقطه كريتيك انا بكريتيسايز في البيبر دي، انا ما اعرفش اذا ده كان ليه علاقه بالجورنال ولا لا، انا مش فاكر ساعتها كان ايه الريزونينج، بس هنا مثلا هم كاتبين ايه due to space constraints all included studies were outlined in the supplementary. يعني من ايه يعني الريفرنسز بتاعه الانكلودد ستاديز، المكان اللي هم قالوا فيه مين فلان فلان، الاستدي بتاعه فلان الفلاني جمعنا منها 4 عينين، الاستدي بتاعه فلان الفلاني جمعنا منها 3 عينين، الكلام ده مذكور في السبلمنتري. غالبا الكلام ده له علاقه بان الجورنال ساينتفك ريبورتس حاطط ماكسيمم نمبر اوف ريفرنسز، لكن ايديالي انت ده مش صح. انت يعني ايديالي انت بتحاول ما تعملش كده على قد ما تقدر، يعني المفروض حتى لو تقدر تنيجوشيت مع الجورنال ان هو يخليك تحط كل الريفرنسز دي عشان ده عدد الاستاذ اللي داخله معاك، يكون ده يفضل. ليه؟ لان انت لما بتحط الريفرنسز في السبلمنتري ما بيتحسب لهمش يعني، او بيبقى اصعب على السيرش انجنز ان هي تلاقي ان فلان الفلاني عمل سايتيشن للاستدي بتاعتك، ان فلان الفلاني استعمل البحث بتاعك. فالى حد ما ده حاجه مش يعني مش حركه لطيفه قوي. انا فاكر يعني ان ساعتها كان الجورنال حاطط ماكسيمم ليميت، لكن لو الوقت مثلا رجع بيا وانا ببص على دي هحاول انيجوشيت مع الجورنال
نقول له احنا عايزين، لا احنا عند عدد الريفرنسز بتاعتنا كتير، فاحنا عايزين الريفرنسز نفسها اللي احنا عاملين لها سايتيشن نحطها في المين تكست. اوكي، ده حاجه. تاني حاجه طبعا مهم ان انت تتكلم على الديتيلد داتابيز سيرش ستراتيجي. يعني ايه ديتيلد داتابيز سيرش ستراتيجي؟ يعني انت دلوقتي قررت خلاص، نرجع كده للبريزما، نرجع للايه البريزما ستيتمنت اللي انا ايه يعني بالنسبه للناس اللي مش ريسيرشرز اي جاست جلوست اوفر، انما مهم ليك انت كريسيرش ان انت تبص عليها. تعال بص كده على البريزما، ثانيه واحده، اهي بص كده على البريزما. البريزما دي كفلوت شارت مهمه تبقى. البريزما دي اختصار مش عارف مش فاكر اختصار ايه، بس هي بيسكلي جايد لاينز لاي سيستماتيك ريفيو، الطريقه السيستماتيك اللي انت تطلع بيها باناليسيس. مهم جدا في البريزما الارقام دي، كام ستادي طلعت معاك، عملت الستاديز دي امتى، في تاريخ يوم كام او في سنه كام، وهكذا، ايه عدد الدوبليكيتس، ايه عدد الستاديز اند سو اون. مهم جدا ان تتكلم على causes of exclusion، وهنا cause of exclusion بتعتمد 100% almost completely يعني not always بس most of the time على انها تكون not meeting the inclusion criteria او meeting one of your exclusion criteria. يعني الستاديز اللي مش in English، اولا خلينا مثلا نمسك critical appraisal، هل ان الستادي مش English ده very good reason انها تبقى excluded؟ لا، يعني هو it's practical reason، انا فاهم ليه الاوثرز عملوا كده، but it's not a great reason to exclude a study. ممكن الستادي معموله في الهند او معموله في اسبانيا والستادي كويسه جدا، بس هي مش انجلش، فده بيقلل السامبل سايز بتاعك وممكن يخليك بايست اكتر. يعني ممكن كل العينين دول مثلا اللي كانوا في اسبانيا دي patient population مهمه، فده مثلا لو احنا نعمل كده كريتيريا دي حاجه. انما الاذر كوزز ليها علاقه بالانكلوجن كريتيريا بتاعتك، انت عرفت ان البيشنت ده ادلت لو هو اقل من اكتر من 16 سنه، عرفت ان انا مثلا اشتغل بس على النون ميتاستاتيك كيسز اند سو اون. فدي اول حاجه، اول حاجه تو كيب ان مايند ان البريزما ستيتمنت دي مهم تبقى انكلودد، هي بالجدول بنفس الشكل بنفس الصيغه دي بتبقى موجوده في كل الاستاديز اللي هي فيها جزء سيستماتيك ريفيو، الجزء المعتمد ان انت معتمد على الناس نشروا بحث معين وانت بتاخد الداتا بتاعتهم وبتعمل لها اناليسس. اوكي، كلام جميل جدا. تعالوا بقى نبص على نرجع لايه للسيرش ستراتيجي. مهم انت عشان reproducibility of research ان انت تقول انت دورت بانهي keywords بالظبط. يعني انا هنا مثلا على PubMed عملت تاريخ البحث بتاعي، طبعا مش انا يعني الاوثرز، عملت تاريخ البحث بتاعي 15 يناير 2015 ودورت بالterms الفلانية. يعني دورت by the way this is one سيرش، يعني هو السيرش كده، يعني انت بتكتب في السيرش بوكس الكلام الكبير ده كله. تمام، في طريقه ان انت تجنريت الكلام ده هو، ودي مش وقته دلوقتي، في حاجات مخصوصه للسيستماتيك ريفيو بتقول لك ازاي تعمل ازاي تعمل، بس انا هقول لك ازاي تانتربريت ده كريسيرش او ازاي تفهم. انت طبعا ممكن تكتبها بنفسك، بس الباب ميت فيه ميكانيزم ان انت الكلام ده تجنريت السيرش كويري ده. هنا ايه اللي بيحصل؟ في حاجه اسمها اللينكر تيرمز اللي هي الاور اند، تمام، نوت، وفي حاجه اسمها الوايلد كارد اللي هي زي الستار اللي انتم شايفينها دي اسمها وايلد كارد. فهنا خلينا نبص كده نحاول نقرا التيرم ده. انا عايز اي ستادي مكتوب فيها رابدوميوساركوما او مايوساركوما او سوفت تيشو ساركوما او سوفت تيشو ساركوماز او كلمه رابدوميوساركوم، اها واخدين بالكم؟ بعدين في وايلد كارد اللي هو الستار ده. يعني ايه وايلد كارد؟ يعني سوفت تيشو ساركوما او سوفت تيشو ساركوماز او سوفت تيشو ساركوميك تيومر، يعني اي حاجه بعد الام مش فارقه، دي اسمها وايلد كارد. تمام، يبقى انا يهمني اي حاجه من التيرمز دي تكون موجوده في الاستادي، بس مش لوحدها، لازم يكون معاها كلمه ادلت او ادوليسنت او ايجد او ايجد او كلمة 80 and over او age factors او adult وجنبها الوايلد كارد، يعني adults مثلا، فاهمين؟ او adolescent بغض النظر بقى adolescent مثلا او adolescence، كلمة adolescence مثلا حد يقول لك رابط مثلا كومة of adolescence، تمام؟ فهذه الوايلد كارد. يبقى انا واخدين بالكو، اول حاجة اول جزء بيتكلم على نوع الديزيز، تاني حاجة بيتكلم على سن العيان،
تالت حاجه بيتكلم على ان العيان ده لازم يكون خد كيموثيرابي اوف سام سورت، لان ده اهم ريسيرش كويشن عندنا، هو احنا الكيموثيرابي بروتوكولز بتفرق ولا لا. وانا بقى بنحط بقى انواع كيموثيرابي مختلفه، انتي نيوبلاستيك بروتوكول اور انتي مش عارفه ايه او كذا او كذا او كذا، وبعدين اسامي الكيموثيرابي المختلفه. تمام، هي دي السيرش استراتيجي بتاعتنا بتاعت باب ميد. في بقى سيرش استراتيجي شبهها في كوكرين، في سيرش استراتيجي هتلاقيها في سكوبس، في يعني كل داتابيز. الداتابيز دي خلينا نعرف يعني ايه داتابيز الاول، برضو يمكن ده حاجه ما عرفتهاش. داتابيز يعني مكان بالابحاث المنشوره، بيجمع بس الابحاث المنشوره، مكان بيقول لك انا يعني الباب ميد ده تبع او الميد لاين تبع الناشونال لايبراري اوف ميديسن هنا، تبع الناشونال انستيتيوت اوف هيلث ال ان اي اتش في امريكا، وهو بيجمع كل الاستاديز المنشوره في اي حته في العالم. لو هي ليها لو هي ميتنج طبعا لازم تكون بير ريفيود، لازم تكون ميتنج كرايتيريا معينه، هو بيجمع الكلام ده كله. فمن الاخر لو انت بتبص على السيرش استراتيجي دي، معنى الكلام ده هو بغض النظر بقى سيبكم من كل الديتيلز، السيرش استراتيجي دي بتقول لي انا عايز اي بيبر ليها علاقه بالرابدوميوساركوما بكل التحاوير المختلفه للكلمه دي في الادلتس، بكل التحاوير المختلفه لكلمه ادلتس اللي خدوا كيموثيرابي باي نوع من الانواع. ادي كده السيرش استراتيجي بتاعتي. تمام، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. باي ذا واي الكلام ده هو كان قبل الابديتد سيرش اللي حصل في 2016، لان السيرش الهيتس هتلاقيهم اكتر من كده. فلو انتوا تفتكروا في البريزما كان في عملنا سيرش في 2015 بعدين اتعمل ابديتد سيرش في 2016، ابديتد سيرش مش انكلودد في الارقام دي. اوكي، فده السيرش استراتيجي دي مهم جدا ان هي تبقى انكلودد. الطريقه اللي هي ان انت بباب ميد سبيسيفيكلي تعمل، يعني بدل ما انت تقعد تكتب رابدوميوساركوما اور مايوساركوما، في طريقه في باب ميد ان انت تقوم كاتب رابدوميوساركوما وبعدين تقوم في دروب داون منيو تقوم مختار اور بعدين كاتب الكلمه. يعني في طريقه كده ايه هبله كده بتعملها في باب ميد، مش وقتها يعني مش هنشرحها دلوقتي، لكن في الكورسز بتتكلم عنها. اوكي، ده اول جزء في الميثودولوجي. الحاجه الثانيه اللي انت بتبص عليها وانت كحد انترست لي عينك على الميثودولوجي سبيسيفيكلي، هتبص على الكواليتي اسسمنت كرايتيريا. لازم الاوثرز لو ده سيستماتيك ريفيو بواحد ربنا ومحترم، لازم او اي حاجه مش لازم يعني اي حاجه فيها داتا معتمد من واخدها من الناس، لازم يبقى فيه كواليتي اسسمنت كرايتيريا. يعني ايه؟ يعني انا مش اي حد نشر اي بيبر عن الرابدوميوساركوما في الادلتس او واخد العيان بتاعه وهعتبر ان الداتا بتاعته دي تراست وورثي، لا طبعا. ولو عملت كده انت بتبوظ الاناليسيس. ده يمكن اهم خطوه في كل الكلام ده، ان انت تعمل روبست كواليتي اسسمنت كرايتيريا. لو تفتكروا من بارت 1 من التوك انا قلت بما ان دي بول سرفايفل اناليسيس، يعني ده سبيشلي امبورتنت في نوع الاناليسيس دي، احنا دي بول سرفايفل اناليسيس. يعني بعتبر مثلا ان في كيس سيريز معموله في الهند وكيس سيريز معموله في باكستان وكيس سيريز معموله في امريكا، ان العيانين دول كانهم في نفس المستشفى، كانهم نفس البيشنت بوبوليشن. فمهم جدا 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 ان البيشنت دول يكونوا هوموجينس، او يكونوا انا عارف كويس ان البيشنتس دول الكواليتي بتاعتهم عاليه. فيهمني قوي بص هنا، يعني لازم تقرا بقى نبص ايه الكواليتي اسسمنت كرايتيريا. بيشنت بوبوليشن كليرلي ايدنتيفايد، لازم يكون موضح الاوثر قايل كلاما ان دول ادلتس مور ذان 16 يير اولد برايمري باثولوجيكلي بروفن، يعني تاخد منهم بايوبسي وتبص عليها تحت الميكروسكوب، نون ميتاستاتيك ار ام اس. لازم الكلام ده كله، وساعتها هنعمل ايه؟ هنقسمهم لثلاث انواع من الكواليتي. في حاجه لو كواليتي، ولو اي حاجه لو كواليتي اساسا بقى كانت اكسكلودد، او حاجه انترميديت كواليتي، يعني انا ام نوت شور، يعني هو قايل مثلا ثلاث حاجات من دول بس مش متاكد اذا العيان ده كان نون ميتاستاتيك ولا ميتاستاتيك. في الحاله دي احنا بنايميل البرنسيبال اوثر ونقول له لو سمحت العيان ده كان ايه اللي حصل له، تمام؟ العيان ده كان ميتاستاتيك ولا كان نون ميتاستاتيك ولا عندكم الريكوردز لسه موجوده ولا هكذا. ماشي، فده اول اسسمنت كريتيريا، بيشنت بوبوليشن كليرلي ايدنتيفايد. هل في مينيمال ديموغرافيك كاركترستكس، يعني على الاقل مين العيان ده، السن بتاعه ايه، الستيج بتاعته كانت ايه، البرايمري سايت كان ايه، لان الحاجات دي بتاثر في السرفايفل. يعني لو انت عندك مش كفايه ان هو يميت السيرش تيرمز، يعني السيرش تيرمز دي بتقول لك ان هو ادلت رابدوميوساركوما خد كيموثيرابي، بس انا يهمني برضو لو بصيت بقى في الديتيلز بتاعه البيبر ان على اتليست يكون عندي الستيج بتاعه الديزيز، لان ممكن مثلا ده خد كيموثيرابي بس هو اساسا كان ستيج كان هاي ستيج او يعني هاي ريسك من الاول، فده هياثر في السرفايفل الناس بتاعتي. فيهمني طبعا ان يكون موجود عندي مينيمال كرايتيريا، مينيمال ديموغرافيك كرايتيريا عن العيان. يهمني ان هم يكونوا قايلين التريتمنت موداليتي، ان يكونوا اي طبعا يكونوا قايلين الكيموثيرابي، غير لو مش قايلين كيموثيرابي اساسا مش هيكونوا موجودين معايا. يعني يفضل يكونوا قايلين نوع كيموثيرابي، لان ده اهم اساسا ريسيرش كويشن بتاعي. التايمينج، الانترفينشن مهم جدا يكون موجود عندي فولو اب داتا، لان دي سيرفايفل اناليسيس، يعني انا اساسا باي ديفينيشن انا بشوف العيان ده بيعيش قد ايه، فلازم يكون عندي سيرفايفل داتا.
قد ايه في داتا ميسنج. وطبعا اهم حاجه يهمني الاوبجكتيف از ماتش، يعني مش اهم حاجه لكن هي حاجه مهمه، يعني مهم. هل الاستادي هدفها اساسا كانت بتقارن العيان اللي خد كيموثيرابي ولا ما خدش كيموثيرابي، ولا العيان ده يعني هم they're just reporting الكيس كيس كيس ستادي، مثلا العيان ده جالنا وعملنا له كذا. طبعا لو الاستادي من الاول بتقارن زي مثلا في كيس سيريز تبقى ريتروسبكتيف كبيره، بالذات من في ايطاليان جروب كانوا عاملين الكلام ده، وساعتها دي تعتبر maybe a slightly higher risk, higher quality because they are already بصوا في الميديكال ريكورد carefully وطلعوا specifically انواع الكيموثيرابي دي عشان هم عايزين يانسر ريسيرش كويستشن شبه بتاعنا، تمام. فطبعا دي حاجه ثانيه، يعني كحد بيبص على الميثودولوجي مهم تشوف how did the authors assess the quality and if they did not assess the quality or if their criteria were very lax، يعني مش فارقه قوي معاهم، I would not trust the results بتاعت النتائج البحث بتاعهم. اوكي، هنيجي بقى ايه للكلام الايه التقيل شويه. انا كحد بيعمل سيرفايفل اناليسيس، خلينا نمسك بقى ستاتستيكال اناليسيس، هي الحاجه اللي انا يعني اعتبر اشتغلت فيها في البيبر دي اكتر. يعني هي ستاتستيكال اناليسيس، احنا قلنا من الاول طبعا انت ككلينيشن مهم تكون عارف يعني ايه سيرفايفل اناليسيس ويعني ايه كابلن ماير ويعني ايه هازارد ريشيو زي ما انا قلت في بارت 1 من التوك. لكن انت كحد بيعمل ريسيرش مهم تكون فاهم اعمق من كده شويه، تكون فاهم ايه هي السيرفايفل بروبابيلتي، تكون فاهم فكرة الجنراليزيشن بتاعة الموديلز. فخلينا نمسك كده نقرأ مع بعض كده الستاتيستيكال اناليسيس. انا البارت 2 من التوك اللي انا عامله دلوقتي ده it's more like an more like a discussion. I'm just walking you through things just بحاول دي انتانجل شوية الكلام. اوكي، cumulative probabilities are estimated using the Kaplan-Meier method. احنا already اتكلمنا عن Kaplan-Meier method. Kaplan-Meier method دي هي ثانية واحدة هي دي هي كابلان ماير. يعني لو في الكيرف ده لفوق معناها العيان ده هيعيش، لو كيرف يعني كل ما عيان بيموت الكيرف بينزل لتحت، فبالتالي الكيرف اللي تحت قوي الاصفر ده معناها البيشنت بوبوليشن بتاعتنا بتموت بسرعه، العيانين اللي خدوا نوع معين من كيموثيرابي او الهاي ريسك، ده اسمه الكابلان ماير كيرف. خلاص احنا عارفين الكابلان ماير. ننزل تاني الاناليسيس. The log rank test was used to compare survival patient group. Log rank test ده من الاخر هو نوع معين من الاستاتستيكال تيست بيدي لك بي فاليو، يعني بص لك على كابلان ماير ويبص على الاثنين كيرفز زي ما انتم شايفين ايدي كده، سوري كابلان ماير بيبدا من فوق لتحت وبتشوف هل في سيباريشن، يعني هل الكيرف اللي فوق مفصول عن الكيرف اللي تحت كفايه. بص على الكيرف ده، الكيرف الازرق والكيرف الاصفر مفصولين عن بعض بس الفصل مش كبير، يعني مش مفصولين قوي عن بعض. فهل ده فصل كفايه؟ يعني هل نعتبر ده سيجنيفيكانت، يعني احصائيا نعتبر ان هو حاجه عليها القيمه ولا لا؟ هو ده اللي بيقيسه اللوج رانك ستاتستيك، تمام. فبالتالي هتبص على مثلا الكيرف ده والكيرف اللي على شماله، الكيرف اللي على شماله والكيرف الازرق والاصفر مفروقين قوي عن بعض، واضح جدا في بينهم فرق. فبالتالي هتلاقي البي فاليو اللي هي اللي متاخده من اللوج رانك ستاتستيك هتلاقيها ايه كبيره. هنا اللوج رانك عاملينه 3 واي، يعني اللوج رانك بيقارن لنا الثلاثه ببعض، هل الثلاثه دول مفصولين عن بعض ولا لا، تمام. ده غير لو انا عملت اللوج رانك ما بين الازرق والاصفر او لوج رانك ثاني ما بين الازرق والجري. انا يعني هنا ببص الاوفر اول، هل الثلاث كيرفات دول مفصولين عن بعض ولا لا. هتلاقي هنا البي فاليو از فيري فيري لو، معناها ان فعلا في فصل واضح في الكابلان ماير كيرفز، تمام. فده اللوج رانك. ننزل ثاني في الميثودولوجي. اوكي، the log rank test was used to compare survival. All analysis were performed using MATLAB. سيبنا من ده. MATLAB ده statistical ده programming language، يعني انا اشتغلت عليها، والR برضه programming language، واسماء الباكجز اللي احنا اشتغلنا عليها، وبعض الحاجات اتعملت على SPSS. اوكي، ماشي. كل الكلام ده جميل. The Cox proportional hazard regression model was performed using MATLAB's blah blah blah. يعني احنا استعملنا نوع الموديل هو الكوكس ريجريشن. كوكس ريجريشن ده هو اللي انا جبت سيرته من شويه. الكوكس ريجريشن ده هو اللينير موديل. اكشلي خلينا نمسك في يعني ايه كوكس ريجريشن دلوقتي، هو ده الوقت اللي نتكلم فيه اكتر ان ديتيل شويه اكتر، يعني ديتيل بسيط خالص. احاول انا مش كلاس ماثيماتكس ولا كلاس ما اعرفش ماشين ليرنينج ولا كده، لكن مهم ان تبقى فاهم يعني ايه لينير موديلنج. بص يا سيدي، خلينا نمسك الاول لينير ريجريشن. يعني ايه لينير ريجريشن؟ يعني انا عندي، خلينا نمسك حاجه بسيطه، مثال بسيط جدا جدا جدا. انا عايز اشوف لو ان عندي طلبه في فصل، لو سن الطلبه ليه علاقه، او بلاش سن الطلبه، لو طول الطلبه بيأثر في درجاتهم في المدرسه، ماشي.
أو عايز أشوف مش بس الطول، عايز أشوف إذا طول الطلبة بيأثر في الدرجات، إذا الوقت اللي هم بيحلوا فيه الهوم ورك بيأثر في الدرجات مدة الوقت، إذا الجندر بتاع الطلبة لو هم ميل ولا فيميل ده بيأثر في درجاتهم ولا لأ. تمام. طب أنا إزاي أعرف الكلام ده؟ هقوم واخد لكل طالب، هقوم واخد طول الطالب، هاخد سن الطالب، هاخد الوقت اللي حل فيه الهوم ورك، هاخد كل حاجة بقى، يعني هاخد الكاركترستكس المختلفة، وهبص على درجات الطالب جاب كام، كام في المية مثلا، وهقوم باني موديل زي مش احنا اتكلمنا عن الكوكس موديل ببساطة خالص في الأول، هباني موديل يبص على كل الفاليوز دي ويديني رقم، يعني يقول لي مثلا طول الطالب بيخليه twice more likely ان هو يبرفورم well في المدرسة، او not likely at all، طول ملوش علاقة. يقول لي مثلا ان الوقت اللي بيحل فيه الطالب الهومورك كل ما كان اقل كل ما الطالب ده more likely ان هو ياخد درجات اعلى، وده معناها ان الطالب فاهم الكونسبت فبالتالي بيحل الكلام ده اكتر. فهو linear model بشكل عام هو ان انت عندك بيتا موديل بارامتر، بيتا ده من الاخر دي الموديل بارامتر، يعني دي هي ده في اللينير موديل اللي نعتبره النورمال لينير ريجريشن، ما دخلتش لسه في الكوكس ريجريشن. في النورمال لينير موديل انت بتستيميت الموديل، يعني الموديل عباره عن y equals beta x. تمام. y في الحاله دي هي درجات الطالب، بيتا هي ال ال ال, ال, ال قد ايه طول الطالب بيأثر في درجاته، واكس هي طول الطالب. تمام. فاللينير موديل بيربط لك فيتشرز باوتكم، تمام، او فيتشرز بريزلت. الكوكس ريجريشن موديل هو عباره عن لينير موديل برضو لكن معقد شويه. سيبنا من تقديرات، انا مش هدخل في الماثيماتكس خالص خالص، يعني انسوا خالص، انا بوري ده بس هنا عشان بس نقطه واحده بس، هي ان انا اقول لك ان هنا الكوكس مودلز ده عبارة عن لينير مودل عادي جدا، أنا كأني بقيس درجات الطلبة، لكن في ميسنج داتا، لكن في حاجة واحدة مختلفة، هي إن في ميسنج داتا، إن في بعض الطلبة مع في بعض البيشنس طبعا في الحالة دي lost to follow up، أنا مش عارف أساسا درجاتهم إيه، بس عارف إن هي أعلى من كذا، عارف إن هو جاب أعلى من مثلا 50%، بس مش عارف هو جاب كام. هي ده يعني دي الحاجة الشبيهة، فاهمين؟ أنا مش عارف العيان ده مات إمتى، بس أنا عارف إن هو عاش لحد عاش مثلا 4 شهور بعد الدياجنوسس. فهو ده الكوكس ريجريشن، وهتكلم يعني ايه كلمه بروبورشنال هازارد دلوقتي. تمام. بس فور ناو الكوكس ريجريشن ده لينير موديل عادي. الحاجه الثانيه اللي عايز اجيب سيرتها في الكوكس ريجريشن هي ازاي احنا بنقيس اذا الكوكس ريجريشن موديل ده كويس. ما انا ممكن ابني موديل بس الموديل ده يكون ضعيف، يعني موديل مش يعني موديل ضعيف، يعني انا فاكر ان انا فهمت العلاقه ما بين الستيج بتاعت التيومر والعيان ده هيعيش ولا هيموت، انا فاكر ان انا عارف بس الموديل بتاعي ضعيف، الموديل ما اتعلمش حاجه. فازاي انا اعرف اذا الموديل ده موديل فعلا قوي فبالتالي اقدر اعتمد على النتائج بتاعته، ولا الموديل ده ضعيف؟ في حاله السيرفايفل اناليسيس بنستعمل حاجه اسمها الكونكوردنس اندكس. الكونكوردنس اندكس، والكونكوردنس اندكس ده حاجه complex شويه بس is very intuitive، لما انا اشرحها هتفهموا بالظبط انا اقصد ايه. فخلينا نرجع للرسمه اللي انا وريتها في البارت 1 من التوك، نرجع للرسمه اللي انا وريتها في بارت 1 من التوك. اوكي ثانيه واحده، الرسمه دي بصوا يا سيدي، دلوقتي الرسمه دي بتقول لك ايه؟ احنا اوريدي قلنا ان العيانين اللي بالاحمر دول احنا عارفين العيان امتى دخل في الاستدي، وعارفين العيان امتى مات. العينين بالازرق احنا عارفين امتى هو دخل في الاستدي بس مش عارفين هو امتى مات، لان هو لوست فولو اب، انا اخر مره كلمته كان بعد 4 شهور من الدياجنوسيس بتاعته وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل له. هي دي اسمها ايه؟ لوست فولو اب، او العيان الاستدي خلصت قبل ما اعرف ايه اللي حصل له. ايذر واي يعني هنا مش هنا كل الخطوط الزرقاء كده، بس احيانا ممكن يبقى في خط ازرق هنا بس كده. ماشي اوكي. الكونكوردنس اندكس بيقول لك ايه؟ انا ممكن اقارن العيانين دول، يعني رغم العيان ده العيان الاحمر الثاني والعيان الازرق او الثاني اللي هو زي العيان الاحمر ده اللي عليه الماوس والعيان الازرق ده اللي عليه الماوس، انا زي ما قلت في بارت 1 العيان الازرق على الماوس ده انا عارف متاكد ان هو عاش اكتر من العيان اللي عليه الاحمر، فده بيسموها orderable pair، يعني انا اعرف اقارن العيانين دول رغم ان انا مش عارف العيان الازرق عاش لمده قد ايه، بس انا عارف ان اتليست ان هو عاش اكتر من العيان الاحمر.
لكن ما اقدرش اقارن العيانين الازرق ببعضهم. يعني ما اقدرش اقارن العيان الازرق ده بالعيان الازرق ده. ليه؟ العيان الازرق ده انا عارف ان هو عاش اتليست شهرين، اتليست قصدي نص شهر، والعيان الازرق ده انا عارف ان هو عاش اتليست 3 شهور ونص، بس انا مش عارف هو عاش قد ايه. فممكن يكون ده عاش اتليست شهر، بس ممكن في الحقيقه هو عاش 4 شهور، او ممكن يكون في الحقيقه عاش سنين. يعني انا ما اعرفش، انا عارف ان انا بعد شهر من الدياجنوزس كلمته بالتليفون، ايوه ازيك مش عارف ايه وهكذا، وده اخر معرفتي بيه. وان العيان التاني بعد ما عدى 6 شهور على اخر مره اتكلمنا، او 3 شهور ونص على اخر مره اتكلمنا، قالوا السلام عليكم مش عارف ايه، بعد سوري ما جاله دياجنوزس اتكلمنا وخلاص، ما اعرفش ايه اللي حصل له بعدها. ما اقدرش اقارن العيان ده بالعيان ده، لان انا ما اعرفش ولا واحد فيهم مات امتى. انما اقدر اقارن عيان احمر بعيان ازرق. هي دي اسمها ايه؟ الاوردرابيلتي. يعني هل انا اقدر اوردر العيانين دول ولا لا؟ تمام. نيجي بقى للكونكوردنس اندكس اللي هو الميجر بتاع الاكيوريسي بتاع الموديل بتاعي. ثانيه واحده اهو، خلينا كده نبص مين العيانين اللي نقدر نقارنهم ببعضهم. عيان واحد، لو احنا عندنا اثنين عيانين uncensored. يعني ايه uncensored؟ يعني اثنين عيانين انا عارف ماتوا امتى، طبيعي اعرف اقارنهم ببعض. طبعا انا عارف العيان ده مات بعد 4 شهور، وعارف العيان ده مات بعد 6 شهور، خلاص يبقى اكيد اعرف اقارن العيانين دول ببعضهم. تعال نقارن العيان زي ما انا قلت، في احيانا عيان uncensored وعيان censored. فانا عارف العيان ده مات وذن 3 شهور، وعارف العيان ده عاش اتليست 5 شهور زي ما انا قلت، يبقى دول اوردربل. مين بقى اللي ما اقدرش اقارنهم ببعض؟ اتنين عيانين سنسورد، لا ده انا عارف عاش امتى، ولا ده انا عارف عاش لحد قد ايه، او عيان سنسورد مات، عيان لوست فولو اب في مده اقل من عيان تاني اللي مات فيها. يعني مثلا العيان اللي على اليمين ده هو الان سنسورد ده، انا عارف ان مات بعد 6 شهور. العيان اللي على الشمال ده هو انا عارف ان هو عاش اتليست 3 شهور، بس كون ان هو عاش 3 شهور مش معناها ان هو مات بعد 3 شهور، لا هو عاش اتليست 3 شهور، ممكن يكون في الحقيقه عاش اكتر من العيان اللي على اليمين، او ممكن يكون بعد 3 شهور مات، انا ما اعرفش. فدول ما ينفعش اقارنهم بيهم. انما لو العكس طبعا اقدر اقارن بيهم. يعني عارف ان ده مات خلاص، فانا عارف ان فور شور ان ده اتليست عاش ما بعد موت العيان ده. انا عارف ان هي ملخبطه شويه بس دي مهمه الحته دي. لو انت بقى عملت دي، لو انت بصيت بقى الموديل بتاعك بيبريدكت ايه، يعني مش بصيت لما انا بنيت الموديل ده اهو، هبص بقى الموديل بتاعي ده هيبريدكت الاوردرابل بيرز. يعني هننسى الناس اللي فوق دول، نبص على الناس اللي تحت دول، هنبص على العيانين بتوعنا ده ونشوف الموديل هيبريدكت مين فيهم هيعيش اكتر من التاني. يعني لو لقيت الموديل بتاعي بيبريدكت فعلا العيان اللي على اليمين ده هيعيش اكتر من العيان اللي على الشمال، يبقى الموديل بتاعي صح كويس. لو لقيت الموديل بتاعي بيبريدكت ان العيان اللي على اليمين ده هيعيش اكتر من على الشمال، يبقى الموديل بتاعي ده صح. طب لو بريدكتد العكس يبقى الموديل بتاعي غلط. فسي اندكس ده اعتبروها is the fraction او percentage of orderable pairs whose predicted risk is correctly ordered. يعني كام في المية من الناس ال pairs of patients، تمام، اللي عندي اللي ال patient correctly predicted مين فيهم عايش أكتر من التاني، هو ده ال إيه؟ ال concordance index. تمام. فده ال accuracy measure، وده لو أنت بتقرأ research study مهم إن أنت تبص عليه، لأن ده اللي هيقولك الموديل بتاعك أساسا reliable ولا مش reliable. نيجي بقى خلينا اوريكم في ايه انهي حته من الجدول، من الجداول اللي احنا كنا بنبص عليها، انهي حته انا طنشتها وانا بتكلم لو انت كجنرال فيزيشن مش هتبص عليها. تعال نبص كده، نرجع كده للجدول. بص هنا احنا بنبص هنا على البروجريشن فري سرفايفل. انت كحد ريسيرشر بقى بيهمك بقى الديتيلز ويهمك البتاع، هتقرا الحته دي، هتقرا السي اندكس او الكونكوردنس اندكس اللي هو الموديل اكيوراسي. يعني من الاخر انا بقول لك الموديل بتاعي بيقول لي ان لو انت اي ار اس جروب 1 الهازارد ريشيو او الريسك بتاعك ان انت تموت اقل بنسبه 70، يعني 0.34، يعني 30% من الريسك بتاعك لو انت جروب 1 او جروب 2، سوري لو انت جروب 1 2 او جروب 2. تمام. يعني ده الموديل بتاعي، بس الموديل بتاعي نفسه ممكن يكون غلطان، ممكن الموديل نفسه موديل ضعيف لان السامبل سايز بتاعه قليل، او لان عدد العيانين اللي عندي اللي فيهم ميسنج داتا كتير او هكذا. هتعرف منين الكلام ده؟ تبص على سي اندكس، لقيت السي اندكس كبير بالذات لو اكتر من 60% يبقى انت ايه؟ الموديل بتاعك ده قوي. انت تبص هنا سي اندكس 70%، السي اندكس هنا اضعف شويه بس عالي 70% 70% 70%. ماشي، كلام جميل جدا. يبقى انا معناها ان الموديل بتاعي ده اكيوريت. انت برضو كحد ريسيرشر يهمك تبص على خانه الايفنتس هنا،
خانه البيشنتس والايفنتس، مش بس البيشنت، البيشنت والايفنت. يعني انا عندي 340 عيان، بس كام واحد فيهم عندي اوبزيرفد ايفنت، عارف هو مات بالظبط امتى، مش عارف ان هو عاش اتليست 3 شهور، لا انا عارف هو مات امتى. ده الخانه بتاعت الايفنتس، يهمني جدا خانه الايفنتس. تمام؟ يبقى انت كريسيرشر يهمك التستنج، يهمك السي اندكس، ويهمك الايفنتس. وانا هقول لكم يعني ايه تيست، كلمه تيستنج سي اندكس دي هشرحها لكم كمان يعني ثانيه بالظبط، هشرح معناها. تمام؟ يبقى ده كلام جميل جدا. في ايه تاني انت كريسيرشر يهمك تبص عليه؟ في ايه تاني انت كريسيرشر يهمك تبص عليه؟ يهمك عدد الفاريبلز اللي داخله في الموديل بالنسبه لعدد الايفنتس اللي في الموديل. اوكي، يعني ايه الكلام ده اهو؟ يعني خلينا نبص على الميثودولوجي، نقرا كده الميثودولوجي. الاوثرز قايلين ايه؟ الاوثرز بيقول لك، الاوثرز بيقولوا لك هنا اهو في السرفايفل اناليسيس، to be considered for multivariable analysis variables had to meet the hazard proportionality assumption، هنتكلم عنها يعني في لحظه، كمان لحظه دلوقتي، and be significant at univariable level. تمام؟ اوكي، احنا اوريدي عارفين ان يعني ليه، يعني سؤال، ليه ما ندخلش كل الفاريبلز مع بعضها في موديل واحد؟ يعني ما نقولش مثلا كل العينين اللي عندي هدخل السن بتاعهم، وهدخل الستيج، وهدخل الجروب، وهدخل ما اعرفش ايه، واشوف مين في دول اللي هيطلع سمك لبن تمر هندي، ندخل كل حاجه مع بعضها ونشوف مين فيهم اللي هيطلع. ايديالي انت عايز تعمل كده، لان انت بحيث ان انت لما يجي لك ريسك ريسك اللي هي البيشنت ريسك، تبقى عارف ان ده كنترولنج فور كل الكونفاوندرز. المشكله بقى اللي قدامك، المشكله الحقيقيه هي ان انت عندك ميسنج داتا اولا، فبالتالي اي عيان فيه values missing هيتشال من الداتا سيت، فهيقلل لك السامبل سايز. فتخيل مثلا انا عندي 20 عيان ناقص منهم الايج، او 20 عيان ناقص منهم نوع الكيموثيرابي، فلو دخلت موديل فيه نوع الكيموثيرابي، ال 20 عيان دول هيتشالوا منه لان ناقص منهم، فما اقدرش ابني موديل عليهم. في حين لو انا ما دخلتش الفاريبل ده في الموديل هيبقى في عندي 20 عيان زياده. فده سبب، ده اول سبب ليه ما ينفعش تدخل كل الفاريبلز ما عندك في نفس الموديل. اوكي، تاني سبب هو ان حاجه اسمها الكولينياريتي. الكولينياريتي دي حاجه مهمه في اللينير مودلز. تمام؟ من غير دخول في تفاصيل، من الاخر يعني كل ما عدد البيشنتس بقى قليل بالنسبه لعدد الفاريبلز، كل ما بقى مور، ما بقى صعب ان الموديل بتاعك يتعلم. يعني ايه؟ يعني انا يهمني جدا في الجدول ده اللي انا بقول مثلا جدول زي ده، ان انا ابص على عدد الايفنتس، ومش عدد البيشنتس، عدد الايفنتس، عدد الاوبزرفد ايفنتس، كام عيان انا شفت الاوتكم بتاعه بنفسي، عارف هو مات امتى. تمام؟ يهمك برضو عدد البيشنتس، بس عدد الايفنتس بالذات يهمك. تمام؟ يهمني عدد الايفنتس بالنسبه لكام فاريبل داخل في المالتي فاريبل اناليسيس ده. يعني لو احنا هنا بصينا على اليمين هنا، ايه اللي داخل معايا في المالتي فاريبل اناليسيس؟ بيقول لك ايه؟ للبروجريشن فري سرفايفل اناليسيس كل فاريبل adjusted for الايش، ادي رقم واحد، الهيد اند نيك ادي رقم اثنين، الاي ار اس بوست سيرجيكال جروب 1 ادي رقم ثلاثه، الاي ار اس بوست سيرجيكال جروب 2 ادي رقم اربعه، والاي ار اس جروب ادي رقم خمسه، زائد الفاريبل نفسه. يعني من الاخر بص على الموديل اللي هنا اهو، التريتمنت موداليتي. تمام؟ ايه اللي انا الموديل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا دخلت الفاريبل بتاع العيان خد كيموثيرابي ولا لا، اللي هو الكيموثيرابي يوز، ادي ده اول فاريبل، ودخلت الخمسه فاريبلز التانيين اللي انتم شايفينها هنا في على اليمين، انا كده بقى عندي موديل فيه سته فاريبلز. يبقى كل مالتي فاريت موديل انتم شايفينه على اليمين هنا اهو عباره عن موديل منفصل، يعني ده موديل في سته فاريبلز، ده موديل في سته فاريبلز، ده موديل ثالث في سته فاريبلز، ده موديل رابع في سته فاريبلز، اند سو اون. تمام؟ في كومن كوفاريتس، يعني في كوفاريتس تهمنا في اي موديل، يعني اي موديل لازم تاخد بالك ان اتليست تبص على سن العيان، اتليست تبص على الستيج بتاعت العيان، اتليست تبص على ال ايه تاني قلنا البوست سيرجيكال ريسكوب. اي موديل داخل معاك لازم تاكونت فور ذيس كونفاوندرز، اي موديل. وبعدين تقوم ايه مغير فاريبل واحد، تغير بس انت بتبص على تريتمنت موداليتي، ولا تبص على الكيموثيرابي، ولا تبص على كذا. ميزه ده ايه؟ ميزه ده ان انت ضمنت ان انت مش داخل معاك غير سته فاريبلز في الموديل، فبالتالي ما منعت ان الموديل اكيرسي تقل، لان احنا قلنا لو دخلنا فاريبلز كتيره قوي 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 بالنسبه لعدد العيانين الموديل اكيرسي هتقل. كام فاريبل بالنسبه لكام عيان، الكلام ده فيه كلام، لكن كاستيميت كده اوف ذا باك اوف يعني يور هاند شود بي 10 patients per variable. تمام؟ 10 patients per variable.
يعني لو انت مدخل، احنا هنا مدخلين 6 فاريبلز، يبقى احنا محتاجين اتليست كام عيان؟ 60 عيان. وبما ان دي سيرفايفل اناليسيس يبقى احنا محتاجين 60 ايفنت، تمام، بير موديل. كل ما زاد الايفنتس بالنسبه لعدد الفاريبلز كل ما الموديل بقى مور اكيوريت. تمام، كلام جميل جدا جدا. يبقى دي حاجه مهمه جدا انت تعرفها، اللي هو الريسك اوف كولينياريتي. ومش هتكلم عن يعني ايه كولينياريتي، كل اللي هقوله لك ان في حاجه اسمها كولينياريتي. كولينياريتي معناها ان الموديل مش عارف يتعلم بسبب ان الفاريبلز كتير قوي 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 وعدد العيانين اللي هيتعلم منهم قليل، فمش عارف يعرف العلاقه ما بين ده وده. تمام، فمن الاخر انت عايز ما يبقاش فيه اكتر من 10 عيانين لكل فاريبلز او لكل ايفنت. اوكي، نيجي كده الميثودولوجي. الاوثرز بتوعنا عملوا ايه؟ الاوثرز بتوعنا يا سيتي قال لك وي سيت ا مينيمم ثريشولد نوت 10 بس 13 ايفنتس بير موديل كوفاريت. حلو، يبقى الاوثرز واخدين بالهم ان هم ما يعملوش موديل نص كم. يهمك ايه تاني؟ يهمك ان هم بيقايلين ان هم they took care of الايه وعشان يدخلوا موديل اساسا في المالتي فاريبل اناليسيس لازم يكون سيجنيفيكانت على المالتي فاريبل على اليوني فاريبل ليفل. يعني انا اعرف منين ان اذا الفاريبل ده ادخله في المالتي فاريت اناليسيس هشوف لوحده يعني يوني فاريبل هل هو سيجنيفيكانت ولا هو سيجنيفيكانت ادخله. في طرق مختلفه بس دي one of the methods that people use. تمام، اوكي. فا اوكي، ده الثريشولد اللي عين هيقايلينه، وده الايه الهازارد بروبورشناليتي. ونتكلم دلوقتي على هذا البروبورشناليتي. الاوثورز قال لك الفاريبل مش بس لازم يكون سيجنيفيكانت على اليوني فاريبل ليفل، ده لازم يكون بيميت الهازارد بروبورشناليتي اسامبشن. الله، ايه هي الهازارد بروبورشناليتي اسامبشن يا سيدي؟ الهازارد بروبورشناليتي اسامبشن دي ليها علاقه بالكوكس ريجريشن بيشتغل ازاي. الكوكس ريجريشن ده موديل، ده ستاتستيكال موديل، ده ماثيماتيكال موديل. الموديل بيأسيوم ان لو انت عملت كابلان ماير للفاريبل ان الكابلان ماير كيرفز دول مفصولين عن بعض، ان هم بارلل لبعض، مش مفصولين، ان هم بارلل لبعض مش بيكروس ايتش اذر. فبالتالي لو بصيت على الكيرفز ده، بص على الكيرف بغض النظر الكيرفز دي بتتكلم عن ايه، بص على الكيرف الازرق والكيرف الجراي، هتلاقي ان الكيرف الجراي بيكروس الكيرف الازرق. يعني هتلاقي ان الاثنين دول عاملين اكس كده اهو، كيرف الجراي مع الازرق. لو الاثنين كيرفز دول بيكروس بعضهم ده معناه ان الفاريبل ده، يعني لو اعتبرنا ان هو نفس الفاريبل دلوقتي احنا قسمناه مثلا سي مثلا الجري ده معناها هاي ريسك، يعني عنده هاي ريسك في الهاي ريسك كاتيجوري، والبلو ده اللي هو اللو ريسك كاتيجوري. فانت الفاريبل باينري انت مقسمه كده، لقيت ان الهاي ريسك واللو ريسك بيكروس بعضهم، ده معناها ايه؟ ده معناها ان الفاريبل ده مش بيميت الاسامبشن بتاعه الكوكس ريجريشن. الكوكس ريجريشن بيأسيوم الاسامبشن بتاعه الموديل هي ان الكابلان ماير، لو انت عملت كابلان ماير متقسم بالفاريبل بتاعك ان هو هيكون بارلل. تمام، فدول مش بيميت البروبورشناليتي اسامبشن، واللي تحت الاثنين اللي تحت دول مش بيميت البروبورشناليتي اسامبشن. فبالتالي الفاريبل ده ما ينفعش يدخل معاك في مالتي فاريت اناليسيس، ما ينفعش يدخل معاك في كوكس ريجريشن. لكن تعال نبص دلوقتي على الكيرف الازرق والكيرف الاصفر، هتلاقي ان هما مفصولين عن بعض. يعني لو الكيرف الازرق ده مثلا كان هو اللو ريسك والكيرف الاصفر ده كان هو الهاي ريسك، هنقدر ندخل الريسك يعني البيشنت ريسك او الريسك جروب، الاي ريسك ريسك جروب نقدر ندخلها. تمام، يعني لو اعتبرنا الاي ريسك ريسك جروب، نعتبر مثلا ان الاي ريسك ريسك جروب نوعين، هاي ريسك ولو ريسك. الهاي ريسك هو الازرق هو الجراي واللو ريسك هو الازرق. لو كان ده دول الكيرفز بتاعتنا في الاي ريسك ريسك جروب، يبقى انا الاي ريسك ريسك جروب ما ينفعش يدخل معايا كفاريبل في الموديل. بينما لو كنا بصينا على الاي ريسك ريسك جروب ولقيناهم كالاتي، لقينا اللو ريسك هو الازرق والهاي ريسك هو الاحمر مثلا، فدول اتنين كابلان مايرز اول لما احنا قسمناها لقيناهم مفصولين عن بعض، يبقى ساعتها نقدر ندخل الاي ريسك ريسك جروب معانا في الموديل. يبقى اي سيرفايفل اناليسيس بيبر انت كحد ريسيرش او حد ليه كريتيكال اي بيقراها لازم يبص هل الاوثرز بصوا على الهازارد بروبورشناليتي ولا لا. ما ينفعش اي فاريبل بيكروس بعضه ان هو يدخل معاك في الايه في الكوكس ريجريشن موديل، لانك انت بتعمل اسامبشن مش صح، انت بتاسيوم ان الكيرفز مش بتكروس بس هي في الحقيقه بتكروس. اوكي، نرجع للميثودز. يبقى الايه، يبقى الاوثرز بصوا على هذا البروبورشناليتي اسامبشن. الاوثرز يعتبروا فين، ازاي الاوثرز يعتبروا ان حاجه سيجنيفيكانت؟ الاوثرز قايلين ان هم طبعا الحاجات دي اللي هي التست ده هي نون بارامتريك، ماشي، ده حاجه كويسه، لان هم نون بارامتريك معناها ان هي مش بتاسيوم ان الداتا بتاعتك نورمال، فده كويس. اللي هو نون بارامتريك كروسكال فاليوز ومان ويتني مش عارف ايه الكلام ده كله تراديشنال هتلاقيه في ستاديز كتير. حاجه مثلا كريتيكال بوينت، الاوثرز اعتمدوا ان اي بي فاليو اقل من 0.05 دي سيجنيفيكانت. انت دلوقتي كحد ريسيرشر او حد ليه كريتيكال اي، هل ده ايديال؟ هقول لك انا لا، يعني دي نقطه كريتيسيزم للبيبر. تمام،
ليه؟ لأن أنا هقول لك مثلا سبوز إن أنا رميت أنا دلوقتي عندي لوحة اللي هي الدارتس وبرمي سهم. لو أنا رميت سهم مرة، إيه فرصة إن هو يضرب في البولز؟ أه يضرب في النص الدارت، قليلة. بس لو أنا قلت لك أنا رميت 25,000 مرة، حتى لو أنا حد ما بعرفش أرمي أساسا وأنا يعني ما عنديش أي سكيلز، أكيد الفرصة هتبقى أعلى just by random chance. فبالتالي كل ما عدد الاستاتيستيكال تيستس اللي أنت بتعملها بيبقى أكتر، كل ما فرصة إن أنت البي فاليو بتاعتك تبقى أقل من 0.05 even by random chance، حتى لو ما فيش حتى علاقة حقيقية ما بين الفاريبل والأوتكم، بتبقى أعلى. فبالتالي ideally في حاجة اسمها إن أنت بيقولك you need to correct for multiple hypothesis testing، يعني البي فاليو بتاعتك المفروض انها تبقى اقل كل ما عدد الاستاتستيكال تيستس اللي انت بتعملها كان اكتر. في الحاله دي الاوثرز ما عملوش statistical تيست كتير، فممكن بي 0.05 ده مش وحش قوي. لكن مثلا you could argue ان كل موديل من دول يعتبر statistical تيست، يعني الاوثرز عاملين بقى كام statistical تيست هنا؟ عاملين ادي 1 2 3 4، ان كل واحد من دول موديل 5 6 7، وعد بقى عدد المودلز. ف by random chance كل من كل 100 statistical test في 5 هيبقوا positive just by random chance. ده هو ده تعريف، يعني ده just random chance. فلو الاوثرز عاملين 100 test في 5 منهم هيبقوا positive، هيبقوا p less than 0.05 حتى لو ما فيش علاقة حقيقية ما بين الايه outcome وال variables بتاعتك. اوكي، فبالتالي ideally الاوثرز should have the authors should have used a p that is adaptive to a number of variables بتاعتهم. اوكي، الحاجه الاخيره اللي هتكلم عنها، يعني اديتكم كده، انا اجين انا مش بشرح انت بالتفصيل ازاي هتعمل سيرفايفل اناليسيس كاستاتستيشن، ذات از نوت ذا بيربز، ما فيش حد في ساعه هيعمل الكلام ده. ولكن اللي انا بعمله ان انا بس اديك فكره كده، ايه يعني هنت كده اللي تبص على ايه او تدور على ايه، او ايه التيرمز اللي انت حتى بتقراها وحد كيوريوس التيرمز دي معناها ايه. الحاجه اللي هنا هنقرا كده البيشنت سيت اساينمنت، يقول لك 25% of the cohort was randomly withheld as a testing set and was not involved in features la 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 and was only used for assessing model generalizability. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناها ان انت دلوقتي لما بتبني موديل، تمام، انا عندي patient population فيها 500 عيان، بنيت موديل بناء على ال 500 عيان ده، هو الموديل قال لي ان الايج او ان الانثروسايكلين بيس كيموثيرابي is correlated with bad outcomes or associated with bad outcomes. انا دلوقتي بصيت على 500 عيان، بس الموديل بتاعي optimized على ال 500 عيان دول، يعني الموديل اتعلم على ال 500 عيان دول، هل معنى كده ان الموديل ده لو جبت عيان من بره، عيان منفصل خالص، هيشتغل عليه؟ ما اعرفش، لان انا ما I did not assess اذا الموديل ده على patient population ثانيه. انا بصيت على الموديل ده في الكام عيان اللي عندي، فده طبعا حاجه مش صح، او مش صح، يعني ده حاجه انت ازاي المودلز دي بتحصل، ازاي لينير مودل. انا مش عايز ادخل في تفاصيل اللينير ريجريشن، بس من الاخر اللينير ريجريشن بيتعلم العلاقه الطرديه ما بين، او العكسيه او تيبر، يعني بيتعلم العلاقه اللي ما بين فاكتور وفاكتور تاني، ما بين البيشنت سيرفايفل والستيج بتاع البيشنت. طيب ما انا بتعلم العلاقه ما بين الاثنين دول، بس انا بتعلم، يعني تخيل كده طالب كده، تخيل انت عندك كده طالب بيتعلم ان هو بيحل مسائل، دخل الامتحان لقى نفس المسائل بالظبط هي نفس الارقام اللي كان بيتعلم عليها. هل انت كده قست اذا الطالب ده اتعلم صح ولا لا؟ لا، انت قست الطالب ده حفظ الاسئله دي ولا لا. نفس الكلام على اللينير ريجريشن، انت بتتعلم او السرفايفر ريجريشن، انت بتعلم الموديل يبص على الداتا دي ويعرف لك العلاقه الطرديه ما بين او العكسيه ما بين كل فاريبلز والعيان ده هيعيش ولا هيموت. بس عشان تأسس الموديل ده صح ولا غلط، عشان تعرف الموديل ده accurate ولا مش accurate، لازم تشوف الموديل ده هيبقى accurate في عيانين تانيين. يعني لما يجي الطالب يدخل الامتحان لازم تجيب له أسئلة تانية ليها من نفس المنهج، بس أسئلة مختلفة عن اللي هو اتدرب عليها. ده نفس الفكرة. فبالتالي ideally، ودي حاجة بقى اسمها دي هو ده بقى الماشين ليرنينج أو التعلم الآلي، هو أن أنت بتشوف الجنرال معظم الاستاتستكس او تراديشنالي. طبعا في الماشين ليرنينج يعتبر برانش من الماشين ليرنينج، جزء من الاستاتستكس، لكن التراديشنال استاتستكس اللي ما فيهاش ماشين ليرنينج ما بتبصش على الحته دي، هي بتبص اكتر على انا هبني موديل وهبص على الموديل ده بيقول لي ايه. الماشين ليرنينج او الاستاتستكس اللي فيها جنراليزيشن اكتر، هي ان انت هتقول ايه، لا انا هاسس الموديل، انا هقوم ايه هبلد الموديل على جزء من البوبوليشن بتاعتي، يعني بدل ما هبني الموديل على 500 عيان هبني الموديل على 400 عيان.
واخلي 100 عيان عندي على جنب. بعد ما ابني الموديل هبص على الاكيرسي بتاعه الموديل بتاعي في ال 100 عيان اللي على جنب دول، وهو ده هتبقى الاكيرسي بتاعتي. هي دي اللي اسمها التستنج سيت، هي دي لما انا وريتكم هنا الاكيرسي وقلت لكم دي تستنج سي اندكس. طبعا الاكيرسي بتاعتنا بنقيسها بالسي اندكس اللي انا شرحتها له اللي هو الكونكوردنس اندكس. ما يهمنيش الاكيرسي بتاعته على التريننج سيت، تمام، يهمني بس في حاجه تانية مش مهم دلوقتي اتكلم عنها، لكن تهمني اكتر في التستنج سيت. يهمني اكتر لو الموديل ده جبته على عيان جديد هيبقى اكيوريت ولا لا. فهي دي اسمها ايه، التستنج او البيشنت اساينمنت. كفايه كده عليكم النهارده، انا هيتهيألي ان this is a lot of stuff وانا مش هتكلم دلوقتي عن cross validation it's not relevant. كفايه كده قوي النهارده. اخر نقطه هقولها بس ان الداتا سيت نفسها موجوده، لو اي حد عنده ريسيرش كويستشنز مختلفه عن الاوثرز او اللي احنا اتكلمنا عنها، يعني الداتا سيت موجوده بكل الارقام بكل حاجه. لو حد عنده ريسيرش كويستشن تاني بناء على نفس الداتا وعايز يستعمله، اهلا وسهلا، الداتا موجوده، موجوده منشوره يعني كسبلمنتري فيجر فايل نمبر 2. تمام، شكرا جدا ان انتوا حضرتوا، وانا اسف لو في كان في شويه كومبليكيشن، الدنيا كانت متعقده شويه في الاخر والماتيريال maybe a little bit heavy، بس ده بس برايمر كده شويه. لو انت بتقرا ستادي من دولت اتليست تفهم الترمز، يعني ايه كوكوردس اندكس، يعني ايه مش عارف ايه، يعني ايه البروبورشناليتي اسامبشن اند سو اون. وان شاء الله قدام هحاول ان انا اعمل سيريز اشرح فيها بتفصيل بقى كل حاجه من دول، يعني اشرح بتفصيل اكتر انها سلايتلي مور ديتيل الماثيماتيكال بيزز بتاعه اللينير ريجريشن اند سو اون. شكرا جدا، ربنا يكرمكم، وانا مبسوط جدا ان انتوا حضرتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.